والليل مع الفأرة التي طال انتظارها، مع بطل الأبطال وشجيع الشجعان، الوحش اللي غلب سوبرمان وسبايدر مان، ولا فيش أي مان يقدر عليه يا مان. لو تشوفوه هتقولوا ما هو مان عادي، هو بني آدم زينا ما فيهوش حاجة يعني. لا لا، فيه قوة 1000 راجل و500 حصان و170 دربين. إنه والآن هنبدأ الفقرة. شايفين العربية دي؟ هتدوس على الوردة الحلوة دي. لو هوجن طلع خيخة وملحقش العربية دي ووقفها بقوته، هتفرم الوردة الحلوة دي وهتشوفوا بعينيكم الوردة دي وهوجن بينقذها. يلا وردة عشان تتفرموا. قولوا هي قولوا هو قولوا هو قولوا هو 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 ده جامد قوي بجد ولا اي كلام؟ ده احنا جايين من اخر البلد عشان نشوف. والله يا ابني عمي الميه كانت مغطاه. شوف هوجن هيعمل ايه؟ الله يا هوجن! أبا! الله أكبر! حديد التانى فيه هوجن! زي الإزاز اللي هياكله دلوقتي! بص وشوف وقطر! بلانا وشيفة يا هوجن! المسامير! هوجن هياكل المسامير! مسامير صلب، خش وشوف وقدر. اوف اسمع الزفه الحلوه. السلام عليكم يا عم شرنوبي يا اوطى خلق الله. الست دي ابنها تامنها في المولد،
شوفوا كده في وسط العيال اللي انت بتخطفهم. الهي ربنا يخطف نظرك يا بعيد. تعبيط ياض. يلا يا غور انت والوليه دي، خدها في ايدك وغور من هنا وقتي. استني هنا انا هطلع اشوف. ولا لو رجلك خطت خطوه واحده تاني هيكون اخر يوم في عمرك، فاهم؟ اوعى لا تفتكر ان شاطر الحركات اللي بتعملهم بره دول هيخيلوا على الشرنوبي. انت تامر؟ تعالى معايا. تعالوا انتوا كمان. ماما ماما تام تعالى يا حبيبي. أنا مش بحب أضرب حد، فبلاش لأن زعلي وحش. تعال تعال ما تخافش، تعال خد ابنك يا سيف. إله ربنا يكرمك ويخليك ويسترك وما يوجع قلبك على غالي يا رب. خد يا اخويا خد امسك. ايه دي 10 جنيه بحال ايه؟ والله يا اخويا ده انت كنوز الدنيا كده، ما تكفي جدعنتك واصلك، بس معيش غيرها. السلام عليكم. خد الواد منك دي، خد ال 10 جنيه دي وروح العبوا بيها مراجيح واشتروا جم، بس قبلها تشوفوا اهاليكوا فين. ماشي أنا آسف يا عم شرنوبي إني شمبرت لك رجالتك، بس أني حذرتك. أنت مش عاوز أي حاجة؟ لميت هات، أنت رايح فين يا بجم؟ العربية هناك أهي. رايح فين يا عم بهلول؟ ده لسه يومين على الليلة الكبيرة. أصل إحنا هنهرب يا سنوسي لأن عم سليمان عايز يقتل أبو بهلول. أنا لما طلعت سلم لي أحسن. يلا غور يا بجم غور. اتفق على بهلول. إيه يا بهلول؟ لساك ناوي تهرب تاني؟ مين؟ سليمان ده ايه النور دي؟ والله وليك وحش يا ابو خالو بالحب يا اخوي. وقف عندك. ايه ده سليمان؟ سيبهم ان شاء الله يخلصوا على بعض. بترفع عليه سلاح؟ ليه معاش اللي يعلم على المعلم. عيب كده يا سليمان، مش شام الوردانيه دول نقعد فاهم. ايه ده؟ يا ست الشوم دي لسه معاك؟ اوه بعد ما اتجوزتها بشهرين بس. كنت عشنا وملحنا وخدت مالنا وهربت. مالي وهربتي؟ تعال نقعد نشرب كوبايتين شاي. لا كوبايتين ايه؟ لا طقم شاي عشان الناس الزينه دي. طقم شاي اهو جاي من الشاي المخصوص بتاع المعلمين بسرعه. شاي ايه؟ نزل سلاحك يا جدع عندي. ابو بهلول ما يترفعش عليه سلاح. فلوسنا فين انا واخواتي يا بهلول؟ فلوسي ايه؟ انا ما خدتش منكم فلوس. لا البضاعه اللي هربتها وبعتها دي بتاعتنا. فين فلوسها؟ يا جابت فلوس دي كان بضاعة شوم. ده كان يوم نحس يوم بخدت منكم البضاعة دي. من ساعتها وانا افتقرت في حد بيبقى معاه فلوس ويبقى بالمنظر اللي قدامك ده. يبقى خد روحك جبال. ايه يلا بس لا لا سيبهوكا يا بهلول. اركب يا بنت بسرعة. سيبهوكا لوحده. لا هو الميت ميت. يلا يلا طلع كل ايه ده؟ طلع كل اللي في الدور بسرعه. اسود وانت كنت هتبيعني يا بابا هلول؟ تعبيط اهو جد. ابيعك ازاي بس؟ ده انا قلت اخد لفه كده وارجع لك بعد ما تخلص. اخلص ايه؟ وانا كنت بحلق. انت رايح فين وسايبني؟ يا ابني معقوله معقوله اسيبك؟ ده انا ابو بهلول. هسيبك بعد وقفه الجدعنه والمرجله اللي انت عملتها معايا دي؟ لا ده كفايه انك قتلت الورداني عشاني. قتلته؟ هو انا قتلته حقيقي؟ يعني هو مات؟
الله يرحمه بقى، احنا لازم نختفي من هنا يا بهلول، عيلة الورداني لو لقونا هيذبحونا زي خرفان العيد. يا لهوي حالي، يعني انا قتلت بني ادم؟ انا قتلت بني ادم؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. ما تبقاش بجم كده زي ما بيقول عليك، انا مش عارفة اعمل لك ايه، اشق لك هدومي؟ طب خد الفلوس دي واهرب لوحدك. ايه الفلوس دي؟ انت مش ليك فلوس عند بهلول وعاوزها عشان تمشي؟ انا اشتغلت مع بابا هلول من 15 سنه، اليوم بجنيه، يعني انا ليا 5475 جنيه. طب خلاص يا سيدي، خد حسابك وحط ديلك في سنانك وقول يا فكيك. فلوس ايه دي يا كذبه؟ الوردانية يا ابو بهلول؟ انا بعتك بس مش دول، انا بعتك للحكومة يا ابني. حكومة؟ ليه وانا مش ابنك؟ انا ما كلفتش غير فلوس يا هوجل. مين اللي جاب الوردانية هنا؟ جميلة غابرة؟ فين يا غزمه؟ اوعى يا اخي سيبني بقى. انت اللي بلغت الورديه والله قربها يا بهلول. ايه ده؟ هوجن كده ورده كده بقى. هوجن وورد. هقول هقول ماشي، تعالى معايا. عملت معايا والله وعملت حاجه. يلا الشاي خلص يا فقر. فقر ايه؟ فقر ايه يا حراق؟ ما احنا عاملين اهو بتاع 800 جنيه وموبايلين وخمس علب سجاير. رد عليا وعلي صوتك، سمع الناس، سمع الناس. مش كفايه انا ما اطلعش طالعه زي دي باقل من 5000 جنيه، كفايه التنطيط اللي احنا عاملينه، التنطيط في القطارات. انا حاسس ان انا بقيتكم تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه انت جاي منين انا؟ بنت احسان دي لقيتك واقعه فبتشتغلك، الغلبان ده كبير وياكل ب 50 60 جنيه. انا اصلا اليومين دول نفسي مسدوده واكلتي ضعيفه. حراق بقول لك انا شايفه بعينيا الاثنين دول. طب يلا اطلع. يلا حبيبي اطلع. ماشي. يلا. هو احنا رايحين فين يا حراق؟ ايه اللي رايحين فين؟ رايحين نفسحك، مش عايز تفسح. مش عاوز الا مش عاوز، ده انا بحب الفسح قوي ومن زمان نفسي اركب الاتوبيس النهري وطرطش بايدي زي الفنان هاني شاهد. هنرتبه لك بحنطور وهنختم بفرحه الطبطب السحري. الله يسعد اللي جابك يا حرص يا ابني العسل. اقول لك ايه؟ ايه؟ انزل كده على العماره دي واتكلم مع البواب، اساله على الدكتور مشال عجروب في عماره كام؟ ماشي. اسمه ايه؟ مشال عجروب. مشال عجروب؟ يا عم عجروب محمود اي حاجه. ماشي. يلا. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور مسحي عزوق موجود؟ لا مفيش حد هنا بالاسم ده. متأكد؟ أيوه متأكد. بعد مساء؟ لا. شكرا الله. هوجن يلا. مفيش دكتور اسمه علوق. يا عم يلا 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 يلا. ايه الحاجات دي؟ ما انت شوية غراض بتاعها. يلا بس يلا اغلط، انت لسه هتستغرب. غيارات؟ جد اطلع.
بس وقف بالراحة. احنا وقفنا ليه يا جدعان؟ امال فين الاوتوبيس النهري؟ مش عارف يا هوجر، يعني يظهر كده ان احنا تهنا. انا مش عارف احنا ايه اللي جابنا هنا. بقول لك ايه؟ روح اسال الراجل بتاع الجراج ده، قول له فين الاوتوبيس النهري؟ اوتوبيس نهري ايه؟ هو فين البحر اللي هيمشي فيه الاوتوبيس النهري؟ ده انا مش شايف كوبايه ميه حتى. ما هي الميه قطعه يا هوجر، انزل اسال واخلص. ما فيش حد بيشتغل بشهادته دلوقتي يا هوجر، ماشي؟ اخلص وروح اسال الراجل اللي هناك ده، قول له الاوتوبيس النهري بيعدي من هنا ولا لا، ولما ترجع تركب بسرعه عشان احنا مستعجلين. وخد بالك انها ممكن ترجع في اي لحظه. بسرعه. ماشي. ربنا يستر. ايه؟ تعالى في شنطه في العربيه هنا، روح جيبها بسرعه. هو في حد هيسيب شنطه فيها فلوس ويطلع ينام يا حراق؟ تقعد تتناقش مع اهلي؟ خلاص. هات دماغك وروح يلا. حاضر. امال الاقي الاوتوبيس النهري فين؟ نهار اسود فاهم صح؟ يا عم انت رايح هو يا عم يا عم انت على ايه؟ يا عم قول لي الاوتوبيس النهري فين؟ النهري ما فيش اوتوبيس يا ابني. انت قاعد معايا ليه؟ اوتوبيس يا انت قاعد معايا ليه؟ ايه ده؟ مفيش اوتوبيس. انا نفسي اركب الاوتوبيس النهري. ايوه يا حورس يا راجل. الله ابعد يا جدع توعوه. ابعد ابعد ابعدوا. تعال تعال معايا يا جدعان. هي دي المستشفى؟ هي دي المستشفى يا حاج؟ يا جدعان الحقوني. هي دي المستشفى؟ ايوه بس الحقني الحقني. في يا راجل حورس هيموت. حورس هيموت فين؟ حورس هيموت. ده اللي هموت فيه ده يا باشا. الحقني. طب نعمل ايه؟ قول لي بسرعه. قول لي بسرعه. طب الشاي ده حورس واظبط كوبايه هوجن جامد. كم معلقه سكر؟ اي حاجه. وكم حبايه؟ اتنين. حبيبي هوجن منورنا. شكرين يا اخوي. حبيبي تعرف وربنا انا ما صعبان عليا غير انك هتمشي كده من غير ما نجيب لك حقك من البنت اللي اسمها ورده دي. انا مش عايز فلوس من يمتكم. بقول لك ايه يا لطفي، انا هقوم امشي. تقوم تمشي تاني ترجع ترجع ترجع. اقعد. وانا ايه دلعتك فهتتمرع ولا ايه؟ ماشي ماشي، انا هشرب الشاي وامشي زي ما قلنا. طيب ماشي. السلام عليكم. اقعد اقعد. بتعمل ايه بقعدك اهو؟ كان اقعد عشان عايزين نتكلم. اقعد اني لوحدي. احكي لنا بقى كده، احكي لنا حكايه الاثارات والحاجات دي. وامشي وهتور 60 داهيه بس. احكي لنا كده من طقطق لسامعلي. ابا بهلول هو السمسار الكبير اللي ما بين الاهالي اللي بيحفروا تحت ارضهم والتجار الكبار اللي بيدفعوا بالملايين. في ورايا في قطر جاي علينا. ايه؟ خلاص خلاص. في قطر جاي علينا. مفيش حاجة. هوجن 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 هوجن. مفيش حاجة مفيش حاجة. في ايه؟ في ايه؟ انت حطيت ايه؟ بس بس اهدى اهدى اهدى. كمل. وبعدين في ايه؟ أبا بهلول والأثارات وال... أبا بهلول كان بيشتري الأثارات من الأهالي بتراب الفلوس ويبيعها بالملايين، وكان مغطي شغل الأثارات بشغل الموالد، وخدنا اشتغل معاه في الموالد بس مش في الأثارات، عشان كان بيقول علي بجم. طبعا. ايه؟ يا هون ايه؟ مفيش حاجة. اروعي. مفيش حاجة. ايه ده؟ بالراحة بالراحة. ايه ده؟ مفيش حاجة. بس 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 مفيش حاجة. خلاص اللي داخل علينا ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة هوجن. بالراحة 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 بالراحة. معلش يا لهوي حالي. معلش انا هقوم امشي. بالراحة انا همشي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ايه؟ لطفي. لطفي ازيك يا لطفي؟ الله وحشني. وانت كمان وانت كمان. ازيك يا حورس؟ انت فين يا هوجن؟ انت فين؟ وحشني يا اخي. انت كمان وحشني. بس 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 وحشني. معلش معلش. اقعد اقعد. انا جاي ولا ماشي؟ ايه ده انت لسه جاي؟ احنا كنا لسه جايين في ستك وكنا مستنيينك. اقعد بس اقعد. انا مالي؟ لا اقعد. انت حلو قوي. انت حلو انت حلو. انت صحيح ما حكيتليش حكايه ورده. ماني جاي لك في الكلام. معلش انا اسف. انا جاي. انا مش جاي لك في الكلام. انا اسف. انت بتقاطعني ليه؟ انا حيوان. معلش انا اسف. ورده دي يا سيدي ابو بهلول شافها في مولد السيد نفيسي، حط عينه عليها واتجوزها وبقت تالتني، ومن يومها بنلف في الموالد. وكان داخل ابو بهلول شيله كبيره مع الورداني يجي 30 تمثال.
في ايه فيا انا بقى طيب؟ اوجن ايه؟ اوجن ايه؟ انت كويس؟ لا أم طب انت ما في ايه مبرق لك كده؟ مش عارف. طب لو مش عايز تكمل ما تكمل. لا انا هكمل. خلاص ما هلوش لو انا لازم اكمل. خلاص ماشي كمل ماشي. وبعدين ورده وزيته. ايوه. قالت له يلا نهرب. ايوه. وهو سمع كلامها. اه. وهرب. ومن يومها ما هودناش ناحيه الصعيد. اه طب ما ده كويس. ما هودناش ناحيه الصعيد. معلش ما هو ده خير برضه. ما هودناش ناحية الصعيد. طب انا اعمل ايه بقى يعني انت حطيت له ايه حطيت له كام عم ايه انت اللي قلت اتنين يا نافوخ معلش بس روق روق والله الواد وجن ده عيل غلبان وطلط في حوار ابن حرام حوار ايه هو انت هو عبيط اه بس مش كذاب هو بقول لك بهلول دخل السجن وورده معاه فلوس قد كده لازم هو إذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع إيه؟ عاقل صح وأنا مش ساحر على الفيسبوك عشان تديني اسم المزة أحطها على الفيس تطلع صورتها هي صعبة بأمانة ما هي عشان صعبة بقى أنا عملت إيه؟ جيت لأخويا وصاحبي وعشت عمره عشت زلزانتي حبيب قلبه رضا منفاخ ربنا عارفه بإيه؟ بالعقل صح أنت حلا مش جايب لي اسم الست ده أنت جايب لي اسم بنت أختها اسمها وردة هات لي اسم الست وبعونك يا رب أوجدها لك عداك العيب يا منفاخ ما انا منفاخ اخويا يعني انا ما عنديش اي سكه تانية اجيب منها اي حاجه غير اللي انا قلته لك وبعدين يعني ده انت كبير عزبه خير الله لا ده انت اكبر من خير الله نفسه لا يحفظك لا داعي للهتاف نحن نعمل في صمت المهم يعني البت ورده دي جايه من وراها مصلحه حلوه قوي فلو ظبطت انت عارفنا ومجربنا ما تاخرش الاول وشرط اخره ايه نور صح عشان اجيب لكم اسم الحرمه ديت اخد منك 10,000 بلبل متدفيين محدش يشوفهم غيري بص يا عم منفاخ على قد لحافك مد ايه رجليك صح انا اخري يوم ما اتمطع هنزل ب5,000 جنيه شد التمطيع شويه وخليهم 7 مش غلط بالاذن احنا ومعاك رقمك بالاذن ايه الراجل شكله عيان صح السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم انت اتخضيت ايوه يا عم اتخضيت انت مين انا عمك شاذلي ايوه عم شاذلي ده يبقى مين بقى عم شاذلي صاحب البيت افتح انت لوحدك ايوه انا لوحدي بس يعني لو عاوز تجيب حد في الاوضه بيتك ومطرحه وفين نوجه نوجه وايه اللي هجيب نوجه هنا انت مين يا مهيطل انت وبتعمل ايه في مطرحه هنا اني ايوه انت مال ابويا الله يرحمه امشي اطلع بره اجري خلاص انت بتشخط ليه خلاص امسك الاكره بتاعتكم اهي اني ماشي قال يطلع بره اه استنى انا عارف ان نوجه هي اللي جايباك وعشان خاطرها يا سيدي مش همشيك طب مش شاكرين عم شاذلي حاسب بقى عشان انا بقول لك يا دي النيله طالما انت ليك كلام معاها عايزك تبلغها وتقول لها ان انا عليت المهر من 5,000 ل10,000 جنيه وانا راضيك يا عم وحياه ابوك يا عم شاذلي وحياه ابوك لو هتسيبني في الاوضه انا عاوز انام فاتكل على الله لو مش هتسيبني انزل انام تحت انا عايز انام ساعه لحسناني من قله النوم دخلت في مرحله اللاوعي ابوس ايدك لا خلاص خلاص نام بس امانه يا شيخ موضوع المهر ده بتاع نوجه ما تنساه ماشي السلام عليكم وعليكم السلام حواليك انت نوجه انت وذكر اللي معاك طب وربنا لو اوريك يا نوجه خليه ينزل لي وانا اوريك انت فين يا عين امك طب وربنا لو اكون حبسك بجد المره دي يا ياسر وربنا يا نوجه هو بيتكلم عن مين هو انت البعيد غبي واطرش كمان ما هو لسه قايل نوجه استني هنا انا هنا اهو يا عين امك جاي لك لحد عندك انزل لي لو ذكر انت شرفت يا سيدي الرجاله طب وربنا لا انا موريك استنى بالله يا معلم اوبا اللي بتلقح عليها دي انضف منك ومن عيلتك يا جلنطي يا ابن الجلنط لو جبت سيرتها على لسانك تاني انا هعيشك اهتم طول عمرك فاهم ولا مش فاهم اقسم بالله فاهم فاهم ولا مش فاهم حياه امي فاهم فاهم
شفت الكتكوت عمل فيك ايه يا عم الديك الرومي؟ شفت. شفت ولا ما شاف؟ شفت. ربنا يحميك لشبابك يا ابني. الله يا جدع يا هوجا، يعني هو هيطلعها ويسيبها على اسمه بيت عمرها؟ انا عارف واد احف قوي، واد احف. انت احف يا ولي؟ احف وستين احف. ده الحق. تسلم. عزب الله عليك. تعالى تعالى ما توسخش ايدك، عدي اشوفك بتتكلم معايا تاني يا ياس. لا لا خلاص، اشوفك بتفتح عينك فيا تاني يا ياس. خلاص خلاص، اشوفك معدي اصلا من الحاره يا ياس. انت بترد عليا يا ولي؟ خلاص انا خلاص. انت بترد عليه؟ انا عارف ده الحق. ده ما ردش ما ردش. خلاص انا كمل فطرك يا عينيا. فوق عليك حبيبي يا هوجل. والله العظيم عارف انت نورت حياتي حبيبي. حرامي حرام يا جدعان. فين ابن الكلب ده؟ اهو الحرام اهو. الحقونا يا جدعان والنبي اهو. انت انتصيت في نوادرك يا لطفي. مين ده اللي حرامي؟ انا اللي حرامي وكتاب الله ما حرامي. ده هو اللي حرامي وستين حرام. لا انت اللي حرامي. الولد ده سرق الحلق بتاع امي ومش راضي يرجع لي الحلق ولا راضي يديني ثمنه. هات الحاجه بدل ما اسويك بعرض الشارع. جدعي الحق يا لطفي، جدعي الحق. انت شلوحت في نفوخك يا ولي، الشلوحت في نفوخك. ما تديله حق ده انت لما اسلمك للحكومه. حد يبلغ الاتاري يا جماعه. شكلهم معرفه. الواد ده شكله استاذ خلفت عليه وسرقه. وكتاب الله انا ما سرقت حاجه، انا مش معايا الحلق. انا لو معايا انا فاهم. انا فاهم. اصل هو اتصرف في الحلق عشان يرجع لي فلوسي، بس انت حضرتك بهيم ما تفهمش حاجه فتخرج. يا نهار ازرق على الكذب يا جدعان. يا جدعان ده حرام يا جدعان. اعملوا في حاجه. جرى ايه يا لطفي؟ جرى ايه؟ هو انا سرقتك في ايه يا اخي؟ ده الظلم وحش يا اخي، الظلم وحش. ده الظلم زي الزفت يا صاحبي. خلاص حقك عليا انا ما هقولك. خلاص يا جدعان، ده ابن عمه واحنا اتخانقنا مع بعضنا مصوني بطن في الخيال. خلاص خلاص اهو كان منزلني. انا محطيتي كده خلاص. يعني ما قلتش تقول لي على الفلوس والحلقه دول تاني؟ وربنا ما يحلف تاني. خلاص يا جماعه كل واحد يروح لحاله. يلا يا جماعه يلا يلا امشوا. انا هموت منك. انت بتعمل ايه؟ على الله تقلعه. الكاميرات هتصورنا كل حاجه. يلا يا راجل. انتوا مين؟ بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل شوبينج. انتوا مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا راجل يا راجل. ايوه انت بتعمل ايه يا متخلف؟ بتتفرج علينا؟ خش اعمل حاجه. انت بتقول انا مش فاهم حاجه. نكمل الاول. نكمل الاول دكتوره. طب انا هديك حقنه يا دكتوره. لا لا مش عايز تريحي في طول العمر. لا 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 ورده فين يا كوثر؟ والله ما اعرف. ورده فين يا كوثر؟ والله العظيم ما اعرف. يا ولي انت احسن وكتاب الله اخرتك تكون على ايدي. وانا لو اعرف اخاف. ورده فين يا كوثر؟ احلى كباب لاحلى. خالتي كوسه. خالتي كوسه بس انا شوخه. انت مين اللي عامل؟ ورد. ورد يا نهار اسود. قتلت عليهم. انا ما قتلتها. قتلتي بالله. قتلتي بالله. والمصحف الشريف مالي؟ والمصحف الشريف مالي؟ قتلتي. ردي عليا يا خالتي. اقف يا هوجر.
الله الله الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه العربيه اللي بتولع دي؟ عربيه يا عم سمير، خلينا احنا في شغلنا هنا، مالناش دعوه باللي بيحصل بره. يلا هو الله. نبدا هو يا جا خش عندنا شغل بس عظيم، انت قاطع دايما برزقنا كده. ايه بس وبتاع ايه؟ اقعد يا سيدي اهو ادي قعد. الله الله الله، ايه ده؟ في ايه؟ مين العيلين دول؟ مش بقول لك ده فيلم بيحصل علينا؟ هتقف تتفرج عليا؟ ما تيجي تشيل الخزنة. اثبت هذا انت وهو. ها ها، خلصت ولا محتاجين مساعدة؟ لا لا احنا تمام خلاص. تعالى يا حبيبي انت وهو. بوي هات 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 الخزنة بقى، هات الخزنة يلا يلا. انت طلعت بالخزنة؟ امسك هوجا، امسك هوجا حلو، امسك حلو، ايوه ايوه امسك حلو، ايوه امسك حلو، ايوه ايوه بس خلاص. تعالى اقول لك بقى على حاجه. ايوه حلو. بص بقى دلوقتي الدنيا كمان ولبش وقلق جامد قوي، وانت شكلك يقلق يعني، فانت بقى بحصلني نركب اي ميكروباص ولا اي حاجه عشان مش هينفع تيجي معايا كده. ماشي ها ماشي يا هوجن، اعملها ولا بقى هوجن عشان ايوه كده حلو. ماشي اركب بقى انت الميكروباص وتعالى ورايا. ميكروباص ايه في الحته المقطوعه دي كده يا قطفي كده؟ عليك يا بنتي يا نجا وعلى قمرك، وربنا ده انا قمر. امك دعيالك يا دي يا هوجن. مالك انت كويس؟ أنا الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الظاهر ان دي عرق الفرح. امال مالك قاعد كده عامل زي العيل الصغير اللي امه فاتته في السوق بتول وخايف يتوه؟ أنا قال ايوه انت انطرشت؟ لا ما انطرشتش ولا حاجه، بس الظاهر ان البزبزات بتاعت السماعه اثرت على الطبله. ما هم كمان حاطين السماعه وسط الكوشه زي ما تكون خاله العروسه. خيبك انت مكسوف يا ولا؟ أنا؟ لا وانا يعني مكسوف ليه؟ وانا يعني كيفس لما كيفس لما خافس كيفس من طب مكسوف. وربنا مكسوف يا هو كان وشك في الارض. وشك في الارض يا ستي؟ لا انا مش مكسوف، من يعني لو اتكسفت بس الفرح اصله هده وهدده هتكسف من ايه؟ انا بس يعني لو ما اتكسفتش بس هتكسف من بتاع من يعني. انت ما انتش مكسوف؟ لا انا مش مكسوف خالص خالص الحمد لله. صح؟ الحمد لله. طيب حس كده بقى، بقول لك يا هو بقول لك في ايه في ايه بالراحه بالراحه كده. اصل انا انتبهتني
انت بتتني مشاعر عجيبه. وبص يا نوجي، انا عايز افهمك على حاجه. اصلي دي اول مره العب فيها عريس وعروسه حقيقي. تلعب ايه يا اخويا؟ عريس وعروسه. تلعب عريس وعروسه؟ ايوه. لو انت كنت فاكرها لعبه. امال هي ايه؟ لا مهاش لعب. امال ايه؟ هفهمك على طول. هقول لك هي ايه. انت رايحه فين؟ هقول لك دلوقتي. استنى. خليك تمشي في الشوارع زي العفريتة بتمشي تتخفي من الخيل. أهلا، والله ليك وحشة يا بجم. الحقني يا هوجة، بالون عاوز يقتلني. اثبت واطرحك واطرحك. انت ايه اللي رماك علينا الساعة دي يا زيد؟ ما كفاياك وساخي وغدري بيني. غدري ايه؟ ده انا بعلمها الادب. غدري ايه؟ انت مش بلغت عني الحكومه؟ مش بعتني؟ وانت عارف اني عملت اللي عملته ده عشان احميك. طلعت واطي ليه واني بقول لك يا بابا؟ نزلت اهو عشان اقول لك حاجه. والله ما كان قصدي يا ابني، ما كانش قصدي. وبعدين سامحني سامحني، ده انا بابا. انت هتشتغلني تاني؟ ده انت لغيت لي مخي يا شيخ، لغيت لي مخي. كنت بتضربني وتعذبني وتقول لي يا ابن الحرام، وانا مستحمل وساكت عشان بقول ده ابويا. انا كنت بحبك يا بهلول، كنت بحبك. وانا والله بحبك يا ابني. ده انت اطيب واحد فينا. ده انت ابن حلال مصطفي يعني اللي سرقت فلوسنا وضحكت علينا. انا من دورت عليك كتير قوي يا هوجن عشان اديك الفلوس، ال 5000 جنيه بتوعك. لا 5000 جنيه، ال 50000. ال 50000 جنيه هو هوجن. نزلنا احنا اوريك حاجه، نزلنا اوريك حاجه. انا بص يا هوجن يا ابني، بص. خد الفلوس اللي انت عايزها، خد فرق. اللي جاب الخزنة دي هنا؟ ما تصدقوش يا هوجة، ده كذاب وبيضحك عليك زي ما ضحك عليك زمان. يجيبني منه والنبي. فاكر لما ما سمعتش كلامي ايه اللي حصل؟ فك ورده يا حورس. حاضر يا اخويا. لا ما تفكهاش يا حورس. ورده خاينه ملهاش امان وبتضحك علينا احنا الاثنين. بس نرجع زي زمان انا وانت هوجة. بتهبلي انا اغمى بهلوبي. فاكر اخوك؟ متجمعين عند النبي ان شاء الله. اتشاهدوا على روحكم انتوا التلاتة. انت قلت انتوا التلاتة، يعني انا ممكن اروح عادي؟ ابعد يا دلتا. خد ورد واطلعوا بره يا حورس. تعال. ليش؟ انا اللي قلت الهوجة يجي يخلصك من بهلول. تعال. ايه ده؟ العربية الحلوة دي بتاعتك؟ يلا. ايه ده؟ مساء الخير. ايه ده؟ انت مين؟ انا لطفي الحراق. هو انت صاحب هوجة؟ صاحبه؟ ده انا شقيق الروح بالروح. يلا بس بينا من هنا عشان الجو لبش والدنيا هنا مش امان. يلا. هسيبه هوجن كده لوحده؟ هسيبه لوحده ايه؟ ده هوجن يقوم بالحاره كلها تاما. المهم بس اوصلك انت في حته امان. يلا دوري العربيه. يلا دوري العربيه. يلا يا حيوان اقفل الباب وامشي. ولينا حساب تاني بعدين. يلا بسرعه دوري العربيه. يلا يلا افتحي بينا بقى. يلا بسرعه. يلا. طب وانا؟ طب وانا؟ انت اللي ضربت عليا نار في عزبه خيرالي؟ ليه؟ صار عيلة الورداني هيفضل وراك لحد ما روحك تطلع للي خارجة يا هوجة. بس أنا ما كانش قصدي أقتله، ما كانش قصدي. بس قتلته. قدره ونصيبه، أنا ذنبي إيه؟ اثبت اثبت منك له. لما المعلم يتكلم كله يسلم. اقتلم بقى يا معلم، منكم البعض. أشوفك تاني يا بهلول عشان اللي ليه عندك تقل قوي. مال الحرام ده مش هيقف في البيت. لا يا عين أمك هيقعد. ده انا لا عمري شفت دهب كده ولا اتسيخت كده. هتفضحني. مش كيف اني متجوزاك يا سبع من غير حته دبله فالصو؟ إيه؟ خلينا ساكتين. مالك؟ في ايه؟ بتتخانقوا ليه؟ انت مش هترتجع يا نوجة؟ لا مش هرتجع يا هوجن. واللي عندك اعمل.
انت طالق. سبتي طلقني يما. سبتي طلقني. استغفر الله العظيم يا رب. طلقني يما. هوجر. لا اله الا الله. في ايه؟ انت رايح فين؟ اسال اختك يا كرم اشوف وشك بخير. هوجر يا هوجر يا كرم. معلش بتلاتة وبس يا قوطه. بتلاتة وبس يا قوطه. اوعى حبيبي يا قوطه. يلا يا حاج. ايه يا جدعان في ايه؟ يا عم انت ده انت بتبيع في سعر اقل مننا. لا في ايه يا عم؟ ما تخلي الناس تاكل وتتبسط وتدعي لنا والحمد لله. يعني الواحد راضي بقليله. طب يلا بقى خد عربيتك وامشي عشان ما اعملش معاك التقيله. والمكان ده محجوز. محجوز لمين يا عم الحاج؟ انا ببيت في الموقف من زمن وبلاقي فاضي على طول. مش قال لك محجوز يا عم؟ انت بتفهمش. يلا اتكل على الله من هنا. انت جلطت يا ولي. بقول لك ببيت فيه من زمن وبلاقيه فاضي على طول. يا عم انت ده انت هتستبلفنا. مش بستفلق. مش بستبلف. يا لهوي حد. ايه الكلمه دي؟ ايه الكلمه اللي انت قلتها دي؟ طب ما بتفهمش عربي يا رجاله. احنا مش قلنا قبل كده تمشي من هنا اهو؟ ولا انت بقى جاي تاخد ايه يا عم انت وهو؟ والرضا والستر اللي ربنا بينعم بيهم على اي بني ادم بيلازموه مطرح ما يروح. ونعم بالله. انت هتشتغل معايا يا هوجن. صالون حلاقة دي ولا ايه؟ دي رسمة؟ ايه اللي انت هبسته ده؟ صالون قولا من رب رحمة. في ايه؟ انت مين انت؟ اني مين؟ اني هوجن.
هوجن مين وبتعمل ايه هنا يا سيزيفت انت؟ يعني تبع يعني تبع الباشا الكبير قوي، اكبر باشا هنا، انت اللي مين؟ وايه اللي انت حبيبته في اللوحه ده يخرب بيتك؟ وكتاب الله ما عملت حاجه، بس يعني لو عايزه الحق هي كده احلى، انت كمان لو رسمتي معزه اوعى ايدك. طب وكتاب الله ده عم حصري في المولد بيرسم رسمه احسن من ده 1000 مره. عم حصري مين؟ عم حصري سلام عليك، ربنا يمسيك بالخير يا عم حصر. ده عم حصر ده كنت تقعدي قدامه تديله رغيف نابت يرسمك رسمه ولا كانك بصيتي في المرايه. اخرج يا بني ادم يا متخلف انت من هنا، يلا اخرج. خلف بالراحه بالراحه، بتزعقي ليه؟ يعني خارج انت يعني هتطرديني من رضا الشريفه؟ في داهيه نبدا الحك لسانها فالت. يا ساتر انت مين انت؟ انت مين؟ انت مين انت؟ ايه ده؟ بنت قشطه بس لسانها فرقله، اقسم بالله زي الفرقله. جكلط حجنيل. هي هو جمالك في ايه؟ مفيش. مفيش ايه يا اخي؟ ده انت سحنتك مقلوبه. مفيش حاجه. طيب امسك يا هوجا. بلال. بلال صالح محمد العناني. ادي يا سيدي البطاقة بتاعتك. وادي يا سيدي رخصة السواقة. ها ورخصة السلاح كمان. لا مش كده وبس. عملنا لك باسبور كمان. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده انتوا واصلين قوي يا ابو سمرة، واصلين قوي. ده اني النهاردة كأني اتولدت من جديد واتحسبت ظفر في البلد. او كتاب الله. السلاح بتاعك كمان يا هو. يا حلاوة المولد يا حلاوة المولد. السلاح بتاعي. يا حلاوة. الله أكبر. يلا يا سيدي وده جراب السلاح كمان. فيه احنا هنحارب ولا ليه؟ ليه كل ده؟ ليه؟ مفيش حرب وحاجة ولا هجر. يلا تعال أوريك المكان اللي هتنام فيه. يا هجر فيه ايه؟ انتوا هتنيموني؟ أيوة هجر. انتوا كمان هتنيموني؟ خش يا هجر. يا هجر تعال. يا ابني خش. نخش فين؟ ده المطرح اللي هتنام فيه. المطرح اللي هنام فيه؟ اه، ايه رأيك؟ أمال كمال بيه هينام فين؟ يعني دي الشقة دي أني هنام فيها؟ أيوه يا هوجا، وده يا سيدي السرير بتاعك. نعم يا أخويا، السرير بتاعي؟ ده أنا كنت بنام واقف. السرير بتاعي صلاة النبي أحسن. صلاة النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر. وده حشينه ايه؟ رز بلبن. امسك يا هوجا. تعالى يا هوجا. ايه ده اللاسلكي هتلبسه في ايدك، ده اللي هنكلم بعض فيه. اللاسلكي يا هوجا زي ده بالظبط عشان نكلم بعض، نبقى الاتصال مع بعض يا هوجا. ماشي. وادي السماعه كمان بتاعته يا سيدي اهي، دي عشان تحطها في ودنك ونسمع بعض كويس، سواء واحنا جوه الفيلا او بره الفيلا. ها؟ يا هوجن زي دي يا هوجن زي دي. ايوه ده انا كنت فاكرها عيب خلقي اقسم بالله. عيب خلقي يا هوجن. ايوه. يلا يا سيدي ودي ساعة كمان ليك عشان تعرف بيها الوقت. ايه مش عارف دي كمان يا هوجن؟ يعني لا ساعة بس يعني الساعة دي بتاعتي؟ ايوه يا هوجن. طيب تمام. تمام؟ ماشي. هتلبسها هنا بالظبط. ماشي. ادي بقى دي المفاجأة يا هوجن. امسك يا سيدي. موبايل ده؟ لا ده خلاط عقبال عندك. لا يا اخوي لا يا انت هتتمقلس علي، انا عارفه ده موبايل. ناصح يا هوجن. الموبايل ده بتاعي؟ ايوه يا هوجن بتاعك. في ايه يا هوجن؟ اقسم بالله انا شكلي هحبك قوي يا ابو سمره، اقسم بالله اني طول عمري نفسي يبقى عندي موبايل، اقسم بالله طول عمري. انت ما شلتش موبايل قبل كده يا هوجن؟ لا ازاي؟ شلت طبعا، مره بابا هلول كان حاطط موبايله في الشاحن، قال لي ياض يا هوجن قوم فز هات لي الموبايل، فاني قمت شلته جبتهول. ماشي يا هوجن. ده بتاعك يا هوجن. يلا. ايه في ايه تاني؟ قلبت سحنتك ليه؟ يعني اصلي ما عنديش حد اكلمه بالموبايل. يعني انت يا هوجن ما عندكش نمره حد من قرايبك ولا معارفك ولا حبايبك؟ لا ما هو اني ما عنديش قرايب ولا معارف. طب
طب خلاص تلبش سحنتك كده. خلاص خد رقم انا والواد فهد وابقى كلمنا. ماشي. بس اوعى يا هوجا انت تقعد تكلمنا على الفاضي ومليان، احنا مش جايين نهزر. لا واني جاي العب، هوجن جاي يشتغل. سجل لي رقمك. انت وفهد. حاضر. هو صحيح انت ريس فهد ولا فهد ريسك؟ لا يا هوجن، انا ريس فهد وريسك انت كمان. انا ادم واحد شغال مع كمال بيه يا هوجن. طب لو تسمح يا رياسه يعني استاذنك في ساعتين الليله دي. ايه يا هوجن هتبتدي زن من اولها يا هوجن؟ لا خلاص. سيبني هيموتونا. أني معاك. ده أنا يا هوجن. الحق دور هانم. فهد. ده فهد. يا هوجن. يلا يا هوجن. خد بالك من سمير. روح بسرعة بسرعة. خش جوه يا مجد. مين؟ خش جوه. إيه؟ اقفل الباب يا حيوان. يلا تعالى كده واحدة واحدة. وارفع إيدك فوق كده، ارفع إيدك فوق. اقعد يلا. اقعد جنب الحاجة هنا. مين دول يا مجدي؟ هو سؤال واحد. سؤال واحد. هتجاوب عليه عدل هتعيش أنت والحاجة عادي. هتعمل فيها نسر الصعيد ثقه في الله ان يقتلك انت وامك. وانت عايزين ايه؟ مين اللي زقك على المعلم بهلول الحمش في السجن وخلاك تبعت له حد يغزه؟ انتوا تبع بهلول؟ احنا بقى نقعد نسالك وانت تسالنا، واللي يجاوب الاول يفوز بجائزه البرنامج. واحد اتنين تلاته. الحاج رشيد الغمري. الحاج رشيد الغمري. حلو. عارف ليه حلو؟ عشان الحاجة كانت هتعيط عليك جامد قوي وهتزعل، مع ان احنا كنا هنموتها هي كمان. مين الحاج رشيد الغمري ده؟ ده واحد بينه وبين بهلول قضايا وفلوس وشيكات. ده هتستقبل يالا؟ هو بهلول معاه شيكات اصلا؟ انت بتقول ما تهلفتش؟ ما تهلفتش في الكلام وقلب المسرح واخلص. ايه اقسم بالله بص هفتك لك دماغك دي. حاضر حاضر. ما تتحركش سنتي. مش هتحرك. يلا خش على الحجر. ست الحبايب قلب الصيغه بتاعتها والافوكاتو يبقى يجيب لها جديد. انا اسف يا ماما معلش. ممكن بس النواقيس؟ لا بالله عليكي كلها معلش. بالله عليك. يلا تمام حرق. يلا بينا. يلا طيب. حاضر خدي دي ليك يا ماما. يلا حرق. اقسم بالله هتفكر اي تفكير شمال هتلاقيني ناطط في وشك على طول. وتاني حاجة اوعى حط. انت بس اللي جاي؟ لا ده انا بس ايه، ده لسه في عربيتين جايين ورايا وفي كرنسين على الاسطح. ايه يعني يا عمهم ده كلها على الله وبعون الله متأمنها كويس وزي الفل ما تقلقش يعني. بالنسبة للأمانة بقى مش غلط.
مهمه. اتصلوا بيك تليفونك مقفول، في ايه؟ قطع شحن يا باشا. كنت فين؟ انا عرفت العيال اللي ضربوا علينا نار تبع مين واللي فاضل منهم قاعد فين. فين؟ قول لي فين؟ مزرعه في طريق مصر اسكندريه الصحراوي تبع واحد اسمه حسين الوالي. ايه؟ حسين الوالي؟ هو مين حسين الوالي سعد؟ ده اسم الراجل في البيزنس بتاعنا. قبل يوم ضرب النار خلع بره مصر ولسه ما رجعش، لكن ورحمه ابويا لو في بطن امه لاجيبه واعرف اربيه كويس. انا مش عايز نقطه دم واحده، انا عايز العيال دي صاحيه. تمام يا باشا، هجيبهم لك تحت رجليك. خليك مع الباشا، انت خش كده، تعالوا معايا. لهم زي ما وعدتك يا باشا. خدوا العيال دي دخلوهم جوه واستنوا معاهم لحد البوليس ما يوصل، أنا هكلمه وأنا في الطريق. أنا آسف يا هوجن. العفو يا باشا، على إيه؟ آسف إني قلت لك إن حمادة ده بلدياتي ومستحيل يخوني. حقك يا باشا. منه لله الشيطان. أنا عملت كل ده عشان عيالي يا باشا، أنا آسف. مش هقول لك سامحني عشان أنا زبالة، عيالي مالهمش حد غيري وأنت عارف. أنا عملت كل ده عشانهم. والنبي يا باشا أبوس إيدك. أبوس إيدك يا باشا مالهمش غيري. طمن يا حمادة، طمن يا حبيبي، ما تقلقش خالص. مراتك وعيالك في عينيا الاثنين، ومرتبك يوصلهم كل أول شهر.
خلاص. أنا بيني وبين حسين الوالي دم، وطالما أنت في صفه يبقى الدار ما دخلك شر. فلوسك معاك وحاجت معايا. رشيد يا كمال، نحن مش بمحل بقالي بمصر. بدك ترجع بكلامك ارجع، انت حر، بس المصاري والتمثال بيبقوا هون وانت الله معك. ترى يا عمي الحاج مالك في ايه؟ الراجل قال مش بايعين يعني مش بايعين. نزل سلاحك عشان ما تزعلش، ولا هو جبور زن على خراب عشه؟ من امتى البادي جارديه اسمع صوته؟ هوجن ده ابني يا جبور. احنا ما اتفقناش على كده يا باشا، بس انا عمري ما هسخرها ولينا بلد تلمنا. شو بدك نعمل يا كمال بيك؟ لو في حد هياخد الشنط دي مش ضروري يبقى انت يا جبور. رشيد لم الشنط دي. احنا لو طولنا اكتر من كده يا باشا هنطلع كلنا جماعه مع رشيد. يلا بينا. أني معاك ما تخافش. أني معاك، أني مش هسيبك. مين؟ ممكن تفتحي؟ مرحبا. اهلا. وحياتك، اجا شاب لعندك معه رجال كبير بالعمر مجروح؟ مجروح؟ بعيد الشر، لا ما عندنا حدا مجروح. مرحبا يا عم. اهلا وسهلا، تفضل. كيفك؟ الحمد لله. انت بيك شي مجروح شي؟ لا لا ابدا. في علم الجريمه المجرم بيترك اثار، بس الظاهر تارك اثار وراه. ما حدا يتحرك مسكن. لا 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 لا. ليك يا كمال يا لبيت، اطلع من مخبيك، اطلع. تروح البنت بترجيك دخيلك يا كمال يا لبيت. رح عد لثلاثة، واحد، اثنين. كفاية بتتشطر على واحدة ست، خلي الحلوين بتوعك ينزلوا المسدسات. اللي جاي في راسه. نزلوا الفرودة، نزلوا الفرودة. ايه شطار ماي؟ نعم. انتوا بينكم بين اسم البوليس قد ايه؟ تقريبا 20 دقيقة. كلمي دلوقتي، قولوا لي في عصابة هجمت علينا. يلا. يلا. اقف هنا يا روجر. ليه يا باشا؟ قلت لك اقف هنا. نزل الحيوان ده. نزله. تعال. فين الموبايل بتاعك؟ موبايل فين؟ بجيبتي. السكرتيرة بتاعتك اسمها ايه؟ جوال. مكتوب بالدايل نمبر. كلم السكرتيرة بتاعتك قول لها تحولي ال 10 مليون دولار على حساب اللي عندك. كلم. جوال، حولي 10 مليون دولار على حساب كمال اللبيت على سويسرا، بس توصل لحوالي بعتي لي السيجنال كونفيرميشن دغري، بديها خلال دقايق. دخيلك بسرعه. خلص عليها هوجن. لا دخيلك، دخيلك لا، دخيلك لا لا. خلص عليها هوجن، خلص. مفيش دم تاني يا باشا. تتعصى اوامر يا هوجل.
بقول لك مفيش دم تاني. يلا بينا نرجع بلدنا. انا وانت مشوارنا سوا مش فاضل فيه غير محطه واحده. يلا يا باشا. ماشي يا ولد. اتفضل يا باشا. احمد ربنا انك وقعت مع هوجا، كان زمانك جثه من غير روح. انزل ما تقلقش، شويه ورجالتك هيلاقوك. عم سنوسي، عم سنوسي تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الف مرحبا. الله يخليك. يا الف مرحبا يا صدفي. الله يخليك. الله، انت اخويا بقيت بتيجي كتير اللي هي بدأ الحج. الدنيا بره وحشه قوي يا عم سنوسي، الدنيا بره وحشه قوي، عشان كده كل شويه جاره الفتحه لابويا عشان اخد بركاته والدنيا تمشي معايا بقى شويتين كده. يا الف رحمه ونور. ربنا يخليك. ده طول عمره كان راجل بركه. المهم يعني خد الفلوس دي، روح جيب لي علبه احمر اصفر اخضر كده بسرعه، والباقي عشانك والفلوس كلها. الله يسعدك ويوسع عليك. يلا بقى امشي. السلام عليكم. عليكم. يخرب بيت شكلك. ايه يا عم ابو زيد، انت مراقبني بقى ولا ايه؟ انت فكرك هتهرب بسرقتكم انت وبهلول ولا ايه؟ يا عم بهلول ملوش دعوه بالحوار ده خالص. انا عارف اللي بينك وبين بهلول، والحاجه دي تخصنا ولازمانك. بقول لك ايه يا عم ابو زيد، الحاجه دي ما تخصش اي حد في الدنيا دي كلها غير لطفي الحراق. بس يبقى اجرى الفاتحه على روحك يا حراق. مفيش الكلام ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يخرب بيتك. يعني انت جايه دلوقتي تكتشفي كل الحاجات دي عن ابوكي؟ انت كنت عايشه في طول الوقت كنت بشوف ناس اغنياء بيبقوا فقراء على ايده، وناس اقوياء جدا يا هوجن بيضعفهم علشان ما يقدروش عليه. ولما كنت اساله كان يقول لي هو ده البيزنس، هو ده السوق يا نور، لازم ابقى زيهم. في نفس الوقت برضه كان بيصلي، بيقرا قران، بيساعد كل الناس يا هوجن. انت مين بعتك يا انت؟ لو اتكلمت هيقتلوني. اللي جاي في عينك. اللي بعت حسين باشا الوالي. يا فهد، يا سمير، خير يا هوجر؟ ايه في ايه؟ أنا محتاجكوا في مشوار، خلوا الرجالة تأمن على الفيلا وتعالوا معايا. عاوزنا نيجي معاك فين يا هوجر؟ أنا واثقكوا في خدمة، محدش هيسد معايا غيركم. بس خلي بالك، الباشا الكبير لو عارف إن إحنا خرجنا من غير إذنه، كده هتبقى في مشكلة كبيرة. استنى أنت يا فهد، أنت مش سامع هوجر بيقول لك واقع في مشكلة؟ مشكلة إيه يا سمير؟ أنا ماليش فيه. أنا هاجي معاك يا هوجر، بعد كده هبقى أكلم الباشا وإحنا في الطريق أستأذنه. أمن الدنيا أنت يا فهد. والله بقى براحتكم. يلا يا هوجر.
حسين الوالي اهو يا باشا تحت جزمتك وجزمه نور هاني، اتصرف فيه براحتك. كنت فاكر هتروح مني فين؟ عاش يا سمير، من غيرك ما كنتش هعرف اعمل حاجه. حبيب اهوجن ابو الرجوله. على روحك يا هوجن. أشهد أن لا إله إلا الله. عرفت طريق إزاي رمضان يا وردان؟ صاحبك لطفي الحراج بيحبك قوي. لطفي الحراج بعتك لقضاك وتشاهد أنت على روحك يا ابن عم، والسلام أمانة لأخوك سليمان، وبقول له إن ما كانش قصدي أقتله وربنا شاهد عليا. اقتلني يا هوجن واغسل عاري وزود عارك. انت جديه جديه دمك في رقبه الوردانيه اللي ما هيخلصوش لو قتلت منيهم 100 راجل. انا هقتلك دفاع عن النفس. انت جاي تقتلني وانا ما قتلتش اخوك. عايز تعيش يا رمضان تشيل موضوع الطار من دماغك. انت مالكش طار عندي. طاري مش ههمله واصل يا هوجن الا لو قتلتني. خلاص هقتلك اتشاهد، بس لو هملتني دلوقتي انا هقول لك على سر انت يهمك تعرفه ولسه الحرب بيناتنا جايبة. سر ايه؟ بعت سلاحك. سر ايه يا رمضان؟ قلت لك بعت سلاحك. كمال اللباد هو اللي قتل ابوك يا منصور. منصور مين؟ انت منصور يا هوجن، والراجل اللي انت مرمي في حضنه هو اللي يتمك وشردك من قبل ما توعى الدنيا. اسمي بلال، بلال صالح العناني، مال كمال اللبات بيه وانا صغير؟ ومين ابويا؟ مالكش عندي حرف كمان غير لما تاجي لحد دار الوردانيه شايل كفنك. هناك هخبرك القصه كلها، ويا تدخل بيها قبرك بعد ما يتحكم عليك بالموت، يا اما لو الوردانيه عفوا عنك واتكتب لك عمر جديد ما تعيشش مغفل كيف ما عشت عمرك كلاته. مين ابويا يا رمضان يا وردان؟ مين ابوي؟ في يا هوجن؟ مين ده؟ الحكومه قلبت الدنيا بره يا هوجن، عاوزينه عاوزينك. طب انا لازم اهربه يا سمير. تهربوا؟ تهربوا ايه؟ تجننت يا هوجن؟ بسرعه يا سمير. يبقى مفيش قدامنا غير شباك الحمام يا هوجن. يلا بينا. بسرعه. هاتولي الواد ده بسرعة! هاتوا بسرعة! هاتولي الواد ده كمان، هو اللي هربه هو اللي هيجيبه. هاتوه هنا. ايه ده؟ وفي ايه؟ في ايه يا سمير؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في بيتي؟ في ايه يا علي؟ ايه اللي بيحصل ده يا هوجن؟ ولا حاجه يا باشا، ما قعد في بيتك حضرتك واحد من المطاريد. مطاريد؟ لازم تعرف ان هوجن ده هو الحارس الشخصي بتاعي. يا باشا انا جايالي اخباريه ان الواد اللي كان هربان من السجن ده كان هنا، وان البيه مخبيه في البيت، ولما جيت لقيته معاه. يعني انا يا باشا بحميك من اللعب اللي بيحصل ورا ظهرك. ماشي يا علي، عموما شوف شغلك عشان ما بقاش بتدخل فيه، وانا بعد كده ليا كلام مع هوجن ومع القيادات بتاعتك عشان اشوف ايه اللي حاصل ده. اتفضل. انا حالف اني احبسك يا هوجن، ومرة دي ايه انت جاي لي برجلك والكاميرات مصوره كل حاجه. انا عاوز اروح الحمام. وماله؟ وماله حبيبي، وديه يا ابني الحمام، بس امنه الشباك والباب كويس. حاضر يا فندم. يلا كمال اللباد هو اللي قتل ابوك يا منصور. كمال اللباد هو اللي قتل ابوك يا منصور.
هاني اللباد هو اللي قتل ابوك يا منصور. احنا بني ادمين يا هوجن، قوتنا الحقيقه في ذكائنا وعقلنا مش في دراعاتنا. وصدقني اللي بيغلب في الاخر دايما هو اللي بيستعمل عقله مش عضلاته. اللي بيغلب في الاخر دايما هو اللي بيستعمل عقله مش عضلاته. ما لحقناهوش يا باشا، كان في عربيه نقل واقفه قدام البيت ما فيهاش نمر، ركب فيها وطار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العظيم. أنت غريب. ما غريب إلا الشيطان يا عم الشيخ. خير يا ولدي؟ أنا والأنسة لسه واصلين دلوقتي من القاهرة وكنت عاوز أسألك على حاجة. أختك؟ لا حضرتك، أنا خطبته. وإيه اللي دلاكم حدانا؟ بص يا عم الشيخ، أنا الوردانية ليهم عندي طار وكنت جاي أقدم لهم كفني. طب قوم امشي. قوم أنت وهي امشوا من هنا. قوموا. بيزعل إيه؟ معرفش. أقوم أروح فين؟ تهرب بحياتك. عيلة الورداني مفيش في تاريخهم اي حد قدم لهم كفنه وعاش. انت كده تسلم نفسك للموت لعزرائيل. يلا يا هوجن نمشي من هنا بسرعه من فضلك. نمشي نروح فين؟ انت هتعملي زيه؟ بص يا عم الشيخ، انا اتشهدت 2000 مره وانا جاي في الطريق وعارف اللي فيه. ها ما تعجليه يا بنتي، ولا انت عايزه تترملي قبل ما تتجوزي؟ ارجوك يا هوجن كفايه كده بقى، مش سامع كلامه عامل ازاي. انا نفسي اعرف هيفيدك بايه اصلا. تعرف اسمه وباكه هو الله يرحمه ميت من زمان، وحطيت في حياتك كلها يا هوجن تمن لده. ما تخافيش يا نور، ما تخافيش. عجيب. انت بتبص لي كده ليه يا عم الشيخ؟ شايف قدامي راجل ميت. انا نويت خلاص. قول لي اعمل ايه؟ استغفر الله العظيم. شوف، انتوا تاجوا معايا البيت اللي لادي تباتوا عندي، لان ما حداناش فنادق. وبعدين في الصباح اذا كان دماغك مقفله وعاوز الموت أقول لك تعمل إيه؟ هتقرأ ما تيسر لك من القرآن وتقص ضوافرك، تدخل الحمام وتتوضأ، تلبس جلابية سودة، تودع ناسك، حامل كفنك من باب بيتكم أو باب الجامع لحد باب دوار الوردانية. قلت لكم نادم طالب العفو والصفحة ما بدر مني. نزل سلاحك يا ولد. انا راضي عبد الودود الورداني كبير الوردانيه. عندي ولدين، سليمان الله يرحمه ورمضان الله يهديه. سليمان ولدي عفي، ذكر راجل، ما هيموتش من زقه عيل ليه. لا، ولدي مات في ساعته قضاء وقدر. ورمضان ولدي جابك هنا عشان تحني راسك،
تحني راسك وما تعيشش باقي عمرك مفكر روحك انك زقيت راجل من الوردانية جبت اجله. لا، اقل عيل في الوردانية يقوم ببلد بناسها. كلمة ابوي كبير الوردانية واجبة. انت تكتب لك عمر جديد يا منصور. عادي لحد ما اموت على راسي، بس عاوز اعرف ايه حكايه منصور دي. كلمتي ليه يا ابوي؟ كلمتك ما تصانع يا ولدي، لينا قاعده قصيره. نوفي كلمه ولدي ليك، بعدها لغايه المغرب ما المحش يضلك في البلد كلها كلها. عزة سليمان ولد الليلة يا رجال، عزة سليمان ولد الليلة. تحرك يا ولد، تحرك. الحمد لله على سلامتك يا هوك. الله يسلمك. أنا هاجي معاك. اقعدي مع الحريم يا حرمة، ده كلام رجال. استنيني هنا يا عمو. خدوها. يا لطفي ايه اللي انت مهببه ده؟ ومين دي؟ ايه يا اما في ايه؟ مفيش حاجه، ده دي منى زوجة السمير. ادي جامد يا نهارك اسود ومطين يا حراق. انت ايه اللي انت عملته ده؟ بتتجوز على نوجة؟ انا سكنت لسه على رقبتك يا شيخ. وانا سكنت في قلبك يا نوجة. هتعوريني هغزك واقتلك. هو حبيب القلب الاولاني ابو النونو لو عرف ان انت كنت حامل منه ورحت اتجوزتي وانت حامل وسميتي ابنه باسم راجل تاني هيعمل فيكي ايه؟ تيجي نجرب كده نقول له ونشوف هيعمل فيكي ايه. انت بتخوف لبهجن يا حراق زي ما انت بتخوفيني برمضان الورداني يا عين الحراق. لا يا حبيبي، لا دي احنا فيها سوا، والواد مكتوب باسمك وبرغبتك. هو لو عرف هخلص عليك يا لطفي قبل ما هيخلص عليا. انا اعرف ايه؟ نهار اسود. انت بتشتغليني ومفكراني ان الواد ده ابني؟ كل الفتره اللي فاتت دي بتشتغليني ان الواد ده ابني؟ انا الزوج اللي مخدوع عن نوجة. انا براه. انت عارفه المشكله فين يا نوجتي؟ فين يا توفي؟ ان انت فاكراني توفي، بس انا بقى اعرفك هم سموني الحراق ليه. ويلا بقى نفضي الاوضه عشان ورايا دخله. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ازيك يا ابني؟ اتفضل يا حبيبي. الله ليك وحشة يا هوجن، شكلك اتغير قوي، بس ما تزعلش مني، الأول كان أحلى، كان يلصم السلاح يعني، أنت لو نفخت فيا طير. ما بقتش أحب أوسخ في دمي عشان اللي زيك. شاهد يا بهلول. هتموتني يا هوجن؟ انت مالي اللباد مرة ورقة موت؟
بإيدك بإيدك تقتل أبوك يا هوجل. ده أنا أبا مهلول، نسيت أبا؟ نسيت؟ وأنت وساختك وقلة أصلك دول يتنسوا؟ يا هوجل متقولش كده يا ابني، أنا عمري ما عملت حاجة تأذيك، بالعكس أنا خدتك حتة لحمة حمرا وسلمتك بإيدي للراجل الطيب الصالح الحاج صالح العليلي، أطيب راجل في طنطا كلها، علمك وكبرك ورباك أحسن رباية وبعتني ليه ب 500 جنيه. لا لا ودي زعلك فيها يا هوجل؟ راجل كريم وأكرمني، أنت عندك وردة كوثر بعتاني بوردة حلفة وعلى طول بتحلم بحياتها ورحمتها. أنت كنت معيشني عندك زي الكلب وفي الآخر بتبلغ عني الحكومة عشان آخد إعدام. عيني بقى أنت فاهمها غلط يا هوجل، ده كنت بعمل كده لمصلحتك، كان أكتر حاجة اعتقد فيها بالكتير خالص قتل خطأ، مش أحسن من لو الوردانية كانوا خلصوا عليك وعليا. أفديك بروحي يا ضلوعي وأعز بكلمة الله، أفديك بروحي. بس بقى من ناحية الشغل يعني، لا الشغل دي أنا كنت أسي عليك، كنت بزودها يعني، كنت ساعة بضربك وحقك بقى إنك ترديني الضرب ده. امسك يا هوجر، امسك العصا دي يا هوجر، ضربني بيها عشان ما توسخش إيدك. بس بلاش تقتلني، أنا الدنيا كلها جت عليا، بهدلتني آخر بهدل يا هوجر، كمان اللبات بتاعك ده سرقني زمان، وردة سرقتني، ده حتى الواد لطفي التافه سرقني، سرقوني يا هوجر، أنا خلاص ما عادش ليا في الدنيا غيرك، أنت ابني. سامح أبوك يا هوجل، سامحني يا ابني، لا مش سامحني بس، لا أنا عايزك ترجع حقي، رجع حق أبوك يا هوجل. مش هتتغير يا بهلول، طول عمرك في الظهر زي السكين، وفي الوش من أولياء الله الصالحين، حق إيه؟ ده أنت سارق كل دي. أنا ما سرقتش أي مخلوق، ده رزق. رزق وعدهولي ربنا. الورق ده بتاع يا بهلول. ها؟ الورق ده وصل لك ازاي؟ الورق ده بتاعي اهو. بتاعك. بتاعك يا ابني. هبة من الأب لابنه، الورق ده بتاع الأراضي اللي تحتها الأثرات، شغل كمان البيت بتاعك شغال عليه من 30 سنة، شاهد يا بهلول. أبوس إيدك أهو، أبوس إيدك يا ابني، ما تقتلنيش، كمان اللبان ده كلب، ما يستاهلش إنك تقتل أبوك اللي رباك عشانه. كل واحد له ساعة، ودي ساعتك يا بهلول. خير في ايه؟ مهلول يا باشا. ايه؟ يا نهار اسود يا منيل، انت جايبه لحد هنا عندي؟ مش عشان سعادتك تتاكد بنفسك؟ شش اسكت خالص لحد يسمعنا. يا نهار اسود، اتاكد ايه؟ اقفل 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 وطي صوتك، هتفضحنا في ناس هنا ممكن يسمعونا. ايه ده؟ ده علي، ده ايه اللي جايبه السعاده ده كمان؟ طبعا يا اذن سعادتك. اهلا علي، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كمال هوجل؟
كنت بتعمل ايه في الصعيد يا هوجن؟ صعيد؟ انا جبت خط سيرك يوم سفر نمر رقم العربيه. كنت بتعمل ايه هناك؟ هو في حاجه علي؟ لا يا بابي مفيش حاجه، انا بس اللي كلمت علي عايز اقعد معاه شويه. اه وايه علاقه هوجن بالصعيد؟ فهمني يا حبيبي. مفيش حاجه يا باشا، ما تشغلش بالك انت، بس ان شاء الله هيبقى في حاجات كتير قوي. بص يا سعادتك، انا كنت في اجازه مديها لي الباشا، وعلى العموم اول ما الحكومه تطلع قرار ممنوع السفر للصعيد انا اول واحد مش هسافر، عشان اللي قدامك ما بيعملش غير الصح. علي بعد اذنك تعالى نقعد نشرب حاجه في الجنينه. اه 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 يا ريت. روح يا علي اشرب حاجه في الجنينه. روح يا حبيبي. ماشي ماشي بعد اذنك. روح روح، خلصت من القتيل ده وارجع لي بسرعه. حاسب حاسب في ايه؟ الرصيف الرصيف. وقف وقف. حاضر اهو. افتح افتح البيت. ما اعرفش من ايه. علمت انا هخليهم يجهزوا لك النهارده مكتبي جنب مكتبي على طول، واعرفك على رؤساء الاقسام، وان شاء الله هعمل حفله قريب عندنا في الفيلا هعزم فيها كل شركائنا ورجال الاعمال وبعض المسؤولين كمان، عشان اكيد هتحتاجيهم في الوقت المناسب. انا مش قادر اصدق يا نور انك انت مش هتسافري وهتقعدي معايا. لو ايه؟ هتشتغلي معايا كمان؟ وانا في ايه؟ وانا هموت قريب ولا حاجه عشان ربنا بيحقق لي كل احلامي. بعد السر عليك. بصراحه يا بابي المفروض تشكر هوجن. هو الوحيد اللي اقنعني ان انا اكمل في مصر الحقيقه. اه واضح انك بتثقي في هوجن اكتر من بابي. يكونش عنده قدره على الاقناع اكبر مني؟ العفو يا باشا. تفضلي تفضلي يا روحي. يلا عم هوجن. ايه ده ايه ده في ايه؟ انت يا ولد جلنت يا علي. ايه؟ جلنت؟ ليه؟ ايه كل المطبات اللي لبستها دي؟ وايدك على الكلاكس كانه فرح بنت خاله امك ليه؟ مخمطت اللي جابوني. ما انت اللي جايب لي غواصه سوقها، والست اللي جوه العربيه دي رغايه، كل شويه فيربت وفيفر شوسي فخش رايت. انا مش فاهم حاجه يا هوجن، رجعني حارتنا ابوس ايديك. اقسم بالله هنقحك قفه، هنقحك قفه. انت انا مجنون يالا؟ امشي 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 يلا هناك. خلاص بقى سامحني بقى عديه. بص يا هوجن. صباح الخير على اجمل بطوط. صباح الفل. ايه اللي معاك ده؟ بردي بردي. يا نهار اسود يا نهار اسود، وانا داخل عليك المخدرات ده ورد بلدي مرمي في كل حته. ده الورد بتاع الباشا، هو اللي بيزرعه ورده ورده وبيعدهم كمان، ده لو ورقه واحده منهم بس نصف بيبهدل ابويا. يا نهار اسود، امال هيعمل فيا ايه؟ هيفجرني. عامه يعني متشكره. طبعا اول مره يجي لك ورد. هي مين دي اول مره يجي لها ورد؟ انا ياما جابوا لي ورد ودباديب كلهم. كلهم؟ كلهم مين؟ عمرو ومحمد وباسم. بس 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 انت هتقولي لي لستة؟ بكرهكم كلكم خاينين. انت الرجاله اللي بتحفر دي امانه منفخ؟ صح سعادتك تسال السؤال ده. الرجاله دول فضلة خيرك، قال واحد فيهم عنده فيش يكفيه 10 سنين. مش بس كده سعادتك، قال واحد فيهم فضلة خيرك عنده ميادة ونورة، ميادة في تالتة ثانوي ونورة في تالتة إعدادي، يعني لو حد من الرجالة دي حب يلعب بديله أو يفكر إن هو عوق معانا، البنات دي مش هتاخد الشهادة، قول صح سعادتك. صح سعادتك. يلا بينا. يلا. هوجن، هو أنت جبت ورق الأراضي والبيوت دي منين؟ الباشا بتاعنا خيره كتير. الله ينور يا رجالة. وعليك يا باشا، مرحب بيك يا كبير. إيه؟ ما طلعتش بترول لسه؟ بإذن الله شغالين يا باشا، وإن شاء الله هتطلع الخير كله. يا هوجن، بهلول والوردانية في العملية اللي أنا كنت شغالة فيها معاهم زمان كانوا بيجيبوا شيخ مغربي وسيبة أحمر، وكانوا بيقولوا إن الأسرار دي ما بتطلعش إلا بيهم. طب ما أنا الشيخ المغربي وأنت الزيبة الأحمر، يا أحمر أنت يا حيل. الله أكبر الله أكبر، الخير طلع يا باشا، الخير طلع. وشك حلو علينا يا باشا. مية مية يا رجالة، يلا شوفوا لنا بقية الأسرة عشان ما يزهقش الواحد. ماشي يا باشا.
ايه ياما انت هتوشوشيني ياما، احنا قاعدين في الجنينه قد الحاره، انت اتعودتي؟ لا ما انا مش عايزه جوز الجزم اللي جوه دول يسمعوني. ماشي اتفضلي، عايزه ايه؟ نط على ودني ليه؟ انت ايه حوارك مع البت نوجة؟ حوار ايه اللي مع نوجة؟ شكلك كده زي ما تكون ماسك عليها زلة، داخل لها يوم سبوع ابنك وفي ايدك ضرتها، وهي عامله نفسها ولا هممها اي حاجه، بس بتقري كده وتنقط من جوه. هو في ايه؟ هو في ايه فعلا يا اما؟ ايه الحكايه بقى؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ هو انت مش قلت لي عايزه اني اتجوز؟ ما انا اتجوزت مره والتانيه بقى، امال اللي هتعملي ايه في الثالثه والرابعه؟ تبقى جبت الهم لروحك يا روح امك. المهم المهم نعم، خرج الواد كرم من الحبسه اللي انت حابسها له دي. الواد مش محبوس بخاطره، انا يا عيني ساعات بسمعه كده بيعيط، طلعه علشان ياخد بحس اخته بدل قهرتها بعد انت ما دخلت عليها بالضره. بقول لك ايه يا اما؟ مالكيش فيه. ايه؟ زي ما بقول لك كده مالكيش فيه، خليني ادور بيتي بقى على مزاجي، عشان انت ما تعرفيش الواد كرم ده عمل ايه. هيكون عمل ايه يعني؟ ما اقول يعني عمل ايه؟ قول يا اخوي. الواد كرم بيبص من الخرم الباب على منى وهو بيتغير هدومه. يا نهار اسود، انا مش عايز اتكلم بقى من الصبح يا اختي. عامة يعني هما يومين كده بقدبوا فيهم واخرجوا، ما تقلقيش. عايزه حاجه تاني يا اما؟ لا يا حبيبي تسلم. طيب يا حبيبتي نور. اللي بيحصل في الدنيا ده، العيال بتتولد من بطن امها قليله الربايه، خازوق ما يكون الولا بيبص علي انا كمان. خلاص يا باشا، زي ما اتفقنا احنا ضد بعض. يا كمال باشا سعادتك يعني يا لام من مين؟ ده احنا معلمين، ما تقلقش من اي حاجه، الارض هتقع في حجرنا يعني هتقع في حجرنا. عفريت بهلول هيفضل لبيت لك يا لبيت، هيطلع لك في كل خرابه، وانت اسم الله على مهامك، خراباتك كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح المزاد بقطعة أرض زراعية مميزة، ري نيلي بمساحة 15 فدان على الطريق مباشرة بمبلغ 15 مليون. 16 مليون. 16 مليون. 18 مليون. هنا 18 مليون. 20 مليون. كمال بيه 20 مليون. 26 مليون. 26 مليون. مين يزود؟ 30 مليون. 30 مليون كمال بيه. الأرض ما تستاهلش الركن ده كله، أنا لقيت أراضي أحسن من دي بكتير وأكبر وبسعر أرخص كتير. أنا محتاجها يا نور، أنا هعرف أجيب تمامها وأكتر كمان. 31 مليون. 31 مليون هنا. 32 مليون. كمال بيه 32 مليون. 35 مليون يا عمنا؟ 35 مليون. لطفي باشا الحراق 35 مليون. 40 مليون يا عمنا. 40 مليون بهلول هايل. ايوه كده، ايوه شعللوا المزاد. 50 مليون. 50 مليون جنيه بلال باشا العناني. 50 مليون هايل. ايوه كده المزاد حلو. 50 مليون. يلا يا جماعه يا سلام، الله يرحم. فاكر يا هوجن؟ فاكر لما لحست الطاسه بتاعت احسان وحرس اللي دفع لك 55 مليون يا عمنا؟ 55 مليون لطفي بالحراق. وحشني يا جماعه. وانت حبيب قلب لطفي. اللي ياكل طاسه سمين لوحده ايوه ياكل اي حد يقف قدامه. الله. 60 مليون. 60 مليون بلال بالعناني. 63 مليون. الحاجات اللي انت علمتها لي ما كفتنيش يا نور، فسافرت اكمل تعليم. 65 مليون. 65 مليون بلال باشا. مين اللي جاب الناس الزباله دول هنا؟ زود. شكل عملنا الاسود هيقع على وشنا. هايل. ايوه كده بهلول حي يا هوجن. بهلول حي. مين يزود وجاي كمان تقف قصادي؟ 68 مليون. 68 مليون. شكلك بتلعب بنار انت مش قدها. انا النار. انا النار اللي هتحرقكم كلكم يا كمال يا لبات. 80 مليون. 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه. 85 مليون. 85 مليون بهلول. بهلول بالحمش ولا بتيجي عندنا لو تقف؟ ايوه كده. لما زاد صبياني. يلا يا جماعه شغل عيال. مين يزود؟ فوق نفسكم يا جماعه. انت يا كمال يا لبيت، وانت يا هوجن، وانت يا حراق،
مش عايز حد فيكو ينسى أوله. افتكروا كنتوا فين لما كنت أنا؟ والله يا بهلول كلكوا زبالة وعارفين بعض. الله يبارك لك. بس ما حدش فيكوا لسه يعرف هو. مين يقول؟ 90 مليون. 90 مليون يا ابني، أنت بتدخل نفسك في حرب أنت مش قدها. يعتبروها إعلان حرب. 90 مليون. واللي خايف يروح، لأن اللي جاي ما جاش زي 100 مليون. بلال بيل حناني، 100 مليون، 100 مليون، 100 مليون. حد هيزود؟ ألا هنا، ألا ده، ألا تريه. ألف مبروك، ألف مبروك، مبروك عليك، مبروك، ألف مبروك. خلاص انتهى المزاد. شوفوا وشكوا بخير، ربنا يرزقك أي حاجة. أنا جعانة وما أكلتش من امبارح. ربنا يخليكم لبعض حاجة لله. النبي اشيك والقلاقه دي اهو جنب اشا. ربنا يرزقك خيرها ويكفيك شرها يا رب. شغل سيما، اللهم صل على النبي. يعني خشوا في الشغل على طول. احنا جبنا قرار الناس اللي متصورين في الفلاشه الكبيره دول، ناس تقيله قوي في البلد. هنا كل البيانات والمعلومات اللي وصلنا لها عنه. لو سعادتك، الراجل اللي اسمه كمال اللبات ده راجل ابن لعيبه، حويط صحيح، ماسك على كل واحد فيهم زله توديه ورا الشمس. سعادتك خليهم دلوقتي، ليهم عوزه في وقتها. انت هتعمل ايه معاهم يا هوك؟ كل واحد فيهم ليه ترتيب. طيب انا خليت مجدي الفتره اللي فاتت يعس ورا العيله الكريمه اللي انت كنت شغال عندهم. عندك ايه يا مجدي؟ يا كبير الدنيا خربانه جوه، دي لميس دي طلعت حوار كبير قوي. قصر لميس فضلت فوق ال 13 سنه متجوزه كمال اللبات في السر، وهو على ذمته ست تانية اسمها هدى الشورى. ولما ماتت بقى هدى الشورى اعلن جوازه على لميس بقى في الاخبار والجرايد كانه لسه متجوزها. ما هدى دي ام نور. المهم بقى ان لميس دي كانت متجوزه بهلول قبل ما تتجوز كمال اللبات بثلاث شهور بتوع العده. يا نهار اسود، بهلول؟ عندك ايه تاني؟ تقريبا كده لميس في علاقه بينها وبين مدير المبيعات اللي اسمه هشام من ورا جوزها. هشام؟ حلو الكلام ده قوي. لا لسه بقى، خد التقيله. اديني التقيله. لميس دي رد سجون، دخلت السجن سنه قبل ما تتجوز كمال اللبات. دخلت ايه؟ قضية نشل. دي العيلة النظيفة طلع وراها بلاوي اهو. عاش مجدي. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في حد ناوي ما يقوم ناس، وده اكيد كمال اللبات. لا دي مش دماغ كمال اللبات، دي دماغ عيلتك. مفيش غير لطفي الحراق. طب وهنعمل ايه؟ العين بالعين، وانا البادي معايا اخرته وحش. بقول لك يا منفاخ، امرني سعادتك. انا عاوز نفقع الواد لطفي كام قلم على كام قفا كده عشان ندوخه. سعادتك يعني لا مؤاخذة في السؤال المحرج ده، عايز القفا ده عادي ولا لوكس؟ يعني يجيب له فقدان ذاكرة ولا ترطش الدم؟ سعادتك شكله. أنا عاوزك تدلعه على الآخر. في دلع متشال لحبيبي، وحنية من غير حساب. طب ده لو اتساب؟ ده أنا يجيني تعب أعصاب. صح. فيه إيه؟ فيه إيه؟ في أمر من النيابة بالقبض عليك يا حبيبي. كلب شو؟ قتلت سليمان الورداني ليه يا هوجن؟ وازاي؟ يعني كلبشات وإذن نيابة.
وجايبني لحد هنا سعادتك عشان تسألني في تهمة قتل واحد مات موتة ربنا. لا بص بقى يا حبيبي، شغل التلات ورقات بتاع المولد ده مش هياكل معايا المرة دي، يا إما أقسم بالله أسلمك لعشماوي بإيدي دلوقتي. ده قضية قتل يالا. لا إله إلا الله. ده أنا بظبط القصة، مفيش حاجة نزلت فبظبطها. حلوة كده؟ وفك الكلبش ده يا هوجن قضية لوحدها. هو سعادتك أنا خدته كسرته عند حداد؟ ما هو اللي بايظ. قتلت سليمان الورداني إزاي؟ التحريات اللي عندي بتقول إنك اعتديت عليه وضربته ضرب أفضى إلى الموت. أنا ما قتلتش سليمان الورداني، هو اللي اتكعبل وقع معايا. وأنا لو كنت قتلته سعادتك كانوا أهله هيسيبوني. سعادتك لو مش مصدقني ممكن تخطف رجلك لحد الوردانية في الصعيد، هما هيقولوا لك إن هو مات موتة ربنا. ولو المشوار بعيد على سعادتك ممكن تبعت تجيب أخوه رمضان الورداني، ما هو عندكم. رمضان الورداني هرب يا هوجة. دي أخبار قديمة، رمضان سلم نفسه. وبقول الكلام ده في النيابة بقى. بقوله في العاشرة مساء كمان. ومال رجل الأعمال لطفي بيه الحراق مقدم فيك بلاغ إنك سرقت عربياته، ما أقوالك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو لطفي الحراق بقى رجل أعمال وبيتسرق عربياته كمان؟ هو سعادتك أي حد يتهم أي حد؟ طب أنا ممكن أتهمه إنه هو حرق المخازن بتاعك. أين كنت وقت ارتكاب السرقة؟ كنت مع الأنسة نور كمال اللبان. وما علاقتك بقتل سميح مسعود الموظف في شركة اللبات جروب؟ يا سنة سخة، وانتوا هتلبسوني كل حاجة ولا ايه؟ انا مالي ومال سميح؟ والدته قالت انك عديت عليها وسألت عليه يوم الوفاة. دي الأنسة نور اللي كانت بتزور وانا كنت معاها، ولو الزيارة دي جريمة سعادتك ممكن تبعت تقبض على الأنسة نور. ماشي يا هوك. طب القلم سعادتك. عارف اسمك ولا ايه؟ هو في حد مش عارف اسمي؟ سعادتك معايا. تعالى معايا. انا جاي معاك يا باشا. خلاص بس. لا 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 انسى اسم هوجن ده خالص. انت كمان انسى اسم هوجن ده خالص. انا اسمي منصور السيد مجاور. تعالى. يا هوجن اقفل الباب يا حورس. ايه؟ خد تليفون عشان الكلب ده لازم يموت موتة زيه. انت فاهم غلط يا هوجن، والله العظيم فاهم غلط. على ركبك يبقى انت اللي فاهم صح يا كمال لبان. انا من زمان يا هوجن وانا عايز احكي لك عن ابوك. ابوك ده طول عمره كان راجل طيب، راجل خير، راجل زي الفل، ما يتخيرش عنك بالظبط. انا عشان كده حبيتك واعتبرتك ابني. فاكر يا هوجن لما شفتك في الجنينه بعد ما نطيت من على السور عشان تسرقني؟
أنا سامحتك وفتحت لك بيتي هوجن عشان خاطري. اوعى تنسى الخير ده. وبعدين أنا مش فاهم أنت واقف ضدي ليه؟ أنا عمري ما ضايقتك في حاجة يا هوجن. ده أنت ما فيش لحظة في عمري ما ضايقتنيش فيها. أنا ما شفتش يوم عدل بسبب لعنتك. اللي عشت بدفع تمنها وأنا ما أعرفكش ولا أعرف أنا ملعون بيها ليه؟ طب عشان خاطري ابعد السلاح ده شوية. حورس عقل صاحبك ده هيروح في 60 داهية. الكلام ده كان زمان يا كوكي. هوجن باشا حكم بإعدامك وحكمه وجب. طب أنا هقول لك حاجة تانية يا هوجن، والله العظيم وأرجوك صدقني، أنا لولايا كان زمانك ميت من زمان. أنا شلتك وأنت لسه مولود حتة لحم حمرا، شلتك وأنقذت حياتك بعد بيتكم وقع عشان خاطري. ما تقتلنيش يا أنت. كمان طلعت ملاك وأنقذت حياتي من تحت البيت اللي هديته على دماغ أهلي. أنا كمان كمال أنقذت حياتك مرة واتنين، نبقى خالصين. اتشاهد على الأرض. لا يا هوجن، أنا لسه مش مستعد أقابل ربنا. ليه؟ ما كنتش صليت العصر لما بعتت كلابك عشان يقتلوني؟ أنا ما بعتش حد، أكيد حد تاني. أنا يا هوجن صدقني عمري ما فكرت أذيك. أنت مش عارف يا شيخ كمال اللي بيكذب بيروح فين؟ ولا دي كمان ليها فتوى عندك؟ طب أنت يا هوجن لو قتلتني هتكسب إيه؟ بقول لك إيه يا هوجن؟ تعال ننسى اللي فات، نحط إيدينا في إيدين بعض. أنا ثروتي كلها تحت أمرك. عارف يا هوجن لو أنت شاركتني إحنا هنكتسح السوق ده خالص. وبعدين يا هوجن أنا وأنت لينا فضل على بعض. أنا لولايا ما كنتش وصلت للي وصلت له ده. لولايا كان زمانك لسه هوجن الغلبان اللي لطف الحراق بيستغله وبيمرمطه في الشغل معاه. وانت كمان صاحب فضل عليا، انت انقذت حياتي وحياه بنتي. انا انقذت حياه بنتك لانها تستاهل، عشان هي انضف مني ومنك. بس انا هقتلك يا كمان، هقتلك وانت دمك حلال قدام ربنا. وصدمة قتلت ابويا السيد مجاور وعيشتني يتيم طول عمري. انا ما قتلتش ابوك يا هوجة. لما تشوفه عند ربنا بقوله ان انت ما قتلتوش. اتشاهد على روحك. صدقنا ابوك ما ماتش يا هوجة، ابوك عايش. انت بتقول ايه؟ عايش. ابويا عايش ازاي؟ انت يا كمان نزل سلاحك يا هوجن وخلص الفيلم ده بدل ما اخلص عليك. قلت لك نزل سلاحك. انت يا كمال ابويا عايش ازاي؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ انت داخل علينا البيت بسلاحي يا هوجن؟ اطلعي انت بره. مش طالعه بره. انت كنت بتكلمني عشان كده؟ عشان افتح لك الباب وتدخل تقتل بابي ولا تقتلني ولا تقتل مين بالظبط؟ اطلعي بره بقول. قلت لك مش طالعه بره. حسابنا لسه ما بدأش يا كمال يا دبان. هجيبك لو في وسط جيش بدباباته بطياراته وهخليك تركع قدامي وتتمنى الرحمة ومش هتلاقيها. أنا عملك الأسود اللي أنت ما عملتش حسابه. أنا مش عاوز أذي حد. كله ينزل سلاح. نزلوا السلاح! نزلوه! هشوفك تاني يا كمال يا دبان. يلا حورس. يلا. كرم. يا كرم يلا حبيبي. يا ابو نسب يا حلو صغير وحشني. كده كده ولا ها؟ سيب لطف الحراق الحلو. وتيجي كده تقعد في بيت حلو كده. حرام عليك يا لطفي، انا ما عملتش حاجه. يلا بس اهدى اهدى بس كده وهدي نفسك ويلا معاك. والله العظيم ما قلت حاجه لهوجه، اقسم بالله ما قلت حاجه. خلاص بقى يلا بقى. ما قلتش ايه لهوجه؟ انا كرم. ما فيش ما ده هو علاء. انت يا كرم ما قلتش ايه لهوجه؟ ما فيش علاء. علاء ما تقول ايه؟
لك ايه؟ نزل سلاحك يا لطفي، لان رفعت سلاحك على كرم دي مش هعديها لك. لا 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 يا عم اوجه، انا حلوه بتاع زمان. في ايه؟ ده اخو مدام الصغير، والمدام وحشها اخوها الصغير، فقلت انا اخد خاله الصغير واديه لها. سيبنا ياخده، وحبايب ما فيهاش حاجه يعني. انت جاي تاخده من المدرسه؟ ده انت داخل البيت سرقه. دي عندك حق فيها صراحه، دي عندك حق فيها، وانا معقولك واسف بجد يعني. لان اصل هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ ما هو الكار يحكم. معلش يا هوجن، فوتها لي دي، واخد كراميلا حبيبي ونروح لاخته وسلام. انت اقف مكانك يا لطف. وبعدين بقى سيب الواد. سيب الواد يا عم هوجن، انت مفكرني عبيط ولا ايه؟ اسيب الواد عشان تمسكني انا؟ فيها هوجن، فيها هوجن بتاع زمان يا حلو، مالك يا هوجن؟ نسينا ولا ايه؟ ده انا المخ وانت العضلات يا هوجن. ايه؟ ما ينفعش تضحك عليا وتشتغلني، مش حلو. انت عايز تخش بيت هوجن سرقه وتخطف الواد وتخرج على رجليك؟ سبحان الله، سبحان الله يا هوجن. كبرت، كبرت يا هوجن. فاكر، فاكر ايام زمان لما كانت امنيه حياتك تركب الاتوبيس النهري؟ ركبت ولا لسه يا هوجن؟ ولو مستغرب لسه هوريك الاخر. انا ما يهمنيش غير كرم. انا لو قتلتك جوه بيت يا لطفي مش هاخد فيها خمس دقايق. انا هعد لحد ثلاثه، لو ما سبتش الواد هموتك. حاسب لي هوجن، حاسب يا هوجن. كمان يا صغير ابنك مش ابن لطفي. يا هوجن كمان الصغير ابنك مش ابن لطفي. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه انت؟ كمان الصغير ابنك. انت متاكد؟ وسمعت هو ونجوى هما بيقولوا، ولما شافوني الناس سمعتهم حبسوني، عشان كده هربت منهم. انت تعرف فين بيت لطفي؟ اه. البت رايحه فين وواخده الشنطه الكبيره دي معاك؟ رايحين مصيف انا وتوف. يلا يلا نجوى بسرعه. استنى يا ولا، هو ايه اللي يلا؟ انت مالكش ام تفطمها؟ صاحب المعزه دي ورايح على فين؟ ياما قلت لك، قلت لك رايحين مصيف، واحتمال بعد كده نطلع على ليبيا. ادعي لنا بس انت. يلا نجزي. استبر، طب هجيب بزازه الواد نسيتها من الهواجه. بزازه ايه؟ انا هبقى ردها انا. يا هو جنة فيها يا بنتي. اه يا لهوي، ارجع يا هوج. اللي عملتيه في حياتكم ورفعت السكين على ابني ليكم تاني. هات الواد، هات الواد. صدق هوجن، وربنا وربنا يا هوجن ما هتخرج من هنا حي. انت يا اخي، انت اوسخ بني ادم خلع ربنا. انت عاوز مني ايه؟ انت من ساعه ما شفتني مستكتر يا راجل. جريت ورا بهلول وجريت ورا مراتي واستخسرتها فيا، وفي الاخر بتخطب ابني وتكتمه باسمي. ابعد عني. ايوه انا ما كنتش اعرف حاجه، انا خفلتنا مشيت لما انا كنت فاكره ابني، انا كنت فاكره ابني. هتموت لي الواد الحيل، حرام عليك. اطلب البوليس يا بت، انت بتتفرج علينا. تعالي يا انت ايه؟ شيطانه، انا مش عارف ربنا يعمل معاك ايه. هو انا خلدت اللي خدت الواد؟ مش بدل ما يعيش طول عمره ابو ابن حرام لا يعرف له اب ولا ام ولا اصل ولا فصل، وعليه طار. روح على كف عفريت جبت له اب نظيف ومخ نظيف يعرف يدلعه ويجيب له اللي نفسه فيه. اضرب اضرب، ما انت ربنا بليك بجد ببخل ومخ عصفوره. ده بدل ما توطي تحب على ايدنا وسيدك لطفي إن نجدنا الواد منك، أنت لا نفع أب لعيل ولا راجل لوحدة تسند عليه. أنت مالكش في الواد ده وجنة لعبان. يعني أنتوا الاتنين عارفين إني عشت طول عمري محروم من أبوي، وجايين عايزين أكمل نص عمري التاني محروم من ابني ليه؟ أنتوا اللي زيكم ما ينفعش يعيشوا. أنتوا حلال فيكوا الموت. أنتوا حلال فيكوا الموت. لا لا، أنا ليه يا أخي؟ محدش قادر يقف قصادك،
انا اللي هقف لك. بس انت عندك حق يا ابني، والله عندك حق. انا اللي معرفتش اربي الواد الخايب ده، جاي معين مش من صلبه وكتبه باسمه. معلي بص بص، خش خد ابنك، خش خد ابنك يلا. ما حدش هياخد الوالة. امال ايه يا لك يا حبيبي؟ هو باشا. ايه ايه في ايه؟ بتزعق ليه؟ ما احنا عندنا فيلا يعني، فبنتكلم براحتنا وفي براحه. يعني ايه يعني ايه؟ مفيش. في ايه؟ المحشي استوى في الحله. نعم يا اخويا. منيو الخمسه لسه بخمسه. هنقحك قفه يخليك تبلع لسانك. اخلص. الراجل اللي خطفناه. اغرف. انت جلنط، انت جلنط. مش قدامي. هوي ايه يا ابوك؟ وربنا عمري ما عملت لك حاجه غلط يا هوجن، وربنا طول عمري بيحترمك وبقدرك. ايه انتوا كلكم صفيحه زباله واحده يا هشام، وانت غطى الصفيحه دي. انا بقى جايبك عشان تكشف لي ايه اللي جواها. انا ما اعرفش حاجه يا هوجن اكتر من اللي انت تعرفه. عمرهم ما دخلوني باللي بيدور ما بينهم. انا اخر الشركه شويه عكعكه حسابات. تحب تموت ازاي ولا نسيبها المنفاخ؟ هقول لك اللي انت عايزه كله، بس سيبني اعيش. ابوس ايدك سيبني اعيش. انا طول عمري بحترم البني ادم الذكي. تقلي من قتل سميه. سميه؟ طب اقسم بالله ما ليه دعوه بالحدود دي خالص. اقسم بالله. ده محمود فايد ولابيس كانت عارفه. هي اللي اتوطئت معايا. أنا سمعت عن الحدوتة زي ما أنت سمعت عنها بالظبط لما خلصوا الحوار. أنت هتقطرني ولا إيه؟ ما ترص الكلام ورا بعض. هقول لك، محمود ولميس حسوا الأمور ابتدت تكشف السرقة اللي بتحصل من ورا كمان. جابوني، أبي غير الكشوفات والأرقام، الحاجات دي كلها. بعد كده محمود خلى سميح يستقيل وخلص عليه هو ولميس. أنا أقسم بالله ما ليا دعوة بالموضوع. أبوس إيدك يا فوجة سيبني أعيش. أبوس إيدك سيبني أعيش. قول. لميس، لميس بتدرب نور مخدرات، تديها بالشام، عايزاها تبقى مدمنه عشان تبقى تقع تحت ايدها، وبعد كده الكشوفات المضروبه والكلام ده كله تمديه ويبقى بخطرها وزتنا في ايديها. انت لميس بيجي لك البيت من امتى؟ من زمان. من امتى؟ من زمان قوي. بس اقسم بالله ما عايزها. امال بتعمل كده ليه؟ تعطف عليها. رد على الباشا. بتعطف؟ لا. طيب. بأمن نفسي. لميس ومحمود مش سهلين. مقدرين. كنت بأمن نفسي كل مرة بصور اللي بيحصل صوت وصورة عشان يبقى عندي فيديوهات، عشان لو غدرت هي ولا محمود أأمن نفسي. ألاقي حاجة تسند عليها. والفيديوهات دي فين؟ على التليفون. فين التليفون؟ معاك. انت خدته مني. سوري. معلش. خلاص. اهو. افتحه. ده مقفول. كام الرقم؟ 43. 43. كام الرقم؟ 4-3-4-3. ما تقول 4-3-4-3. اتفضل يا باشا. ايه رايك يا حبيبي؟ عجبتك؟ بكلمني. بوس ايدك وجت سيبني اعيش. انا مش عايز اموت. اقسم بالله هخرج من هنا هاخد اختي واسافر ومش هتشوف وشي تاني لغايه ابوس ايدك. انا مش هموتك يا هشام، لان الواحد لما بيموت بيبقى اكرامه دفن، وانت مدفون في ندالتك وطيانتك. ياض امشي يا قلي. انت ما بتمشيش ليه؟ انت المفروض تكون بتجر توك توك دلوقتي. انت ابن هوجه. مش هتعيط. وايه الشلدومه دي؟ ايه الشلدومه اللي عايزه تتاكل دي؟
بس بس يا اخوي بس. مش عليا ليه؟ مش قادر ترد عليا؟ ايه رايك يا حبيبي؟ عجبك؟ يا نهار اسود ومنيه بستين ليله. انت يا حبيبي القمري بحبك. شايفه ده لميس؟ قلت لك انت قمر قلبي. انت اللي حياتي كلها شايفاه؟ عندك حق. محمود هيخرج. لكن انت لا. عارفه ليه؟ عشان انت واطية وسافلة وخاينة. انا الغلطان. عمري ديل الكلب ما بيتعدل. سافلة. اخلص من الزبالة دي ونظف المكتب. الو، ايه يا هوجن؟ ايه يا حاج؟ لطفي الحراق راكب عربيته وطالع على التراب بتاعت ابوه. طب يطلع وراه وما تظهرش غير لما اجي لك انا والرجاله. عم سنوسي، عم سنوسي، عم سنوسي. ايه ده؟ استاذ لطفي. الحمد لله على السلامه يا استاذ لطفي. يخرب بيت تنحتك يا اخي. طب صحه وسلامه. ربنا يخليك. بقول لك ايه، روح بقى، ها سجارك الحلوه الصفرا خضراء حمراء دي، ها، وتروح تجيب لي ورد حلو عشان نطري على الحاج هنا تحت. الف رحمه ونور على الحاج. المهم من عند الراجل بتاع الورد اللي هو البعيد قوي قوي ده. ها عارفه، عارفه عز المعرفه. يلا الهي يوسع عليك. الهي خلاص بقى اخلص. الهي ما تقع في دي. اخلص سلام عليك. تتلم قوي. السلام عليكم ابويا. Oh,
ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ تأخرنا عليك؟ في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجة. دفن الآثار في تربة أبوك، حتى الراجل الميت ما رحمتوش من ندالتك يا أخي. آثار؟ آثار آثار إيه يا هو؟ كان مفيش آثار ولا حاجة. أنا أبويا كان وحشني فجيت أقرأ له الفاتحة مش أكتر. كنت نازل تحت تقرأ له في ودنه ولا أبويا كان سمعه تقيل. طول عمرك دم خفيف يا لطفي. ربنا يخليك. يلا رجالة، انزلوا هاتوا الصناديق عشان نوسع للحاج في تربته. حرس رمضان انزلوا هاتوا الحاجة زي ما الزعيم قال. معاهم يا منفاه. صح. صح إيه؟ مفيش حد هيقف ناحية الحاجة. اتفضل. يلا انزلوا. حرس. امسك. ات. يا صالح يا صالح خلي بلاش تصادر، اوعى ايدك معايا يا صالح. شش بس بيه، بطلي معافره يا بنت اللبيه. ترى ايه يا بنت سويفه؟ ما تشوفي نفسك هتروحي فين وسط الرجاله دول؟ ولما المعلم يتكلم انت تبقي ودن وتسمعي الكلام وبس، عشان ما تضريش نفسك ولا تأذي العيل الصغير اللي معاك ده. انت عارف هوجن لو يعرف اللي انت بتعمله ده هيعمل فيك ايه؟ مين؟ هوجن؟ هوجن ده اختراعي يا بنت اللبهت، اختراعي انا. اه والله هوجن ده العفريت اللي انا طلعته وانا اللي هصرفه وقفه خلص علي خالص. خدوها جوه كتبوها. قالوا اوعى عينك انت وهو. كتبوها اوعى كتفوا العين. نهار اسود ده في قتيل هنا يا واجل. قتيل؟ قتيل ايه؟ مفيش قتيل ولا حاجة. قتيل ايه؟ قتلت مين يا لطفي؟ مفيش حد، ده انا ابويا هو اللي مدفون تحت لوحده هنا. ابو زيد مين؟ ابو زيد؟ استنى يا رمضان، يمكن عنده حق، ما تظلموش. نزلوا القبر يا رجاله واقفلوا عليه ويتصفى بقى هو ابو زيد ويشوف قتله غلطه ولا قاصد. لا 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 لا، ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده اهو؟ مش 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 هينفع كده. ده انت حتى يعني خدت كل حاجه وانا غسلت كل حاجه. الضرب في الميت حرام يا هوجن. اكرم الميت دفنه يا لطفي. حي دفنه حي. ما ينفعش كده يا هوجن، ما ينفعش. سيبوني عشان كده حرام يا هوجن، ما ينفعش اموت كده. ومن اعمالكم صلت عليكم. تبت يا شيخ هوجن، انت توبتني. سيبني بقى. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، ربنا اللي يحكم فيه. طب اقول لك على حاجه، اقتلني الاول وبعدين اتفلني. يعني خليني اموت حلو، يعني ارحمني في موتي. وانت ما رحمتنيش في عيشتي ليه؟ اقول لك على حاجه، اعتبرني عبد ليك. خلاص انت عملت فيا كل حاجه حلوه، انت عملت فيا كل حاجه حلوه وتوبتني وخليتني زي الفل بني ادم نضيف من جوه. انا عبد ليك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، نزلوه. يلا. طب ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة. أنت إيه؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ ولا صدقت شوية الكلام اللي أنا كنت بقوله لك دلوقتي؟ بقول لك إيه يا هوجن؟ موتة لطفي الحراق غير. انزل بالتراب يا هوجن.
لله. يلا بينا. فوجل فوجل يا حورس، كنت عايز اقول لك على حاجه يا فوجل. خير؟ انا مش هاجي معاك الشركه. مش هتيجي معايا الشركه ليه؟ انا عارف يعني ده مش وقته. بقول لك ايه يا رمضان، ما تنساش تخلص من عربيه المرحوم. قاعده مش جاي ليه؟ انا عارف ان هو مش وقته، بس انا يعني هسيب الشغل. تسيب الشغل؟ اللي بينا شغل يا حرص، ده احنا اخوات، ده انت اقرب حد ليا في الدنيا دي. بصراحه يا وجه، انا يعني هتجوز بطه وهي مش عايزاني اشتغل معاك بعد موضوع ابوها وكده. هتبيع اخوه عشان واحده ست الشيطان راكب دماغها؟ وسقتك يا وجه، انا فيا اللي مكفيني. ماشي يا حرص، براحتك يا اخويا. امسك الحرس دي نقطتها ومكافأة نهاية شغلك معايا. امسك، بس أنا عايزك تخليك جنبي ليلاتي. الليلة لسه طويلة. يا حور، خرجت لطفي؟ تربي بيقول يعني إن هو سمعه بيخبط وفتح له، بس بيقول إن مخه اتلحس. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو اللي عمل في نفسه كده. في ايه يا حور؟ انا خنتك يا هوجة. يا عم تنيل، خنتني ايه؟ عشان هتسيب الشغل يعني؟ على فكره انا كمان هسيب الشغل، هسيب لهم الدنيا دي كلها واخد صالح ونور ونروح نعيش مع ابويا في الصعيد. اضربني بالجزمه يا هوجل. جزمه ايه؟ انت اتهطلت يا ابني، مالك؟ هوجل اضربني بالجزمه يا هوجل. انا طلعت واطي وخسيس وما صنتش دمك اللي بيجري بدمي ولا الخير اللي انت عايشتني فيه. في ايه يا حور؟ اسمع اللي بقول لك عليه. اضربني بالنار يا هوجل، اقتلني. انا بصراحه خنتك وقلت الورده وبهلول وكمال على مكان نور وصالح وهم خطفوه. اقتلني يا هوجن، اقتلني. انت بتقول ايه؟ اقتلني يا هوجن، انا ما استاهلش اي حاجه حلوه انت عملتها علشاني. انت بتقول ايه يا حرص؟ حتى انت يا حرص، هو ده الدم اللي بيجري في جسمي وجسمك؟ ده انت كنت اخر طوبه سند عليها. ملعون ابو اي حاجه تخليك تعمل فخك كده. انت اللي قلتها يا اوجا، مفيش حاجه بتفضل على حالها. كلمي بنت. اسفه يا وجد، انا ما عرفتش احافظ على امانه يا وجد. انا طالح معايا ومش عارفه اعمل بيه ايه. ارجوك تعالى بسرعه. وعزه جلاله الله، لو لمست منهم شعره يا بهلول، جيوش العالم مش هتمنعني عنك. قدامك ساعه زمن يا هوجن، والدبان كله يتلم هنا، كمال ومحمود وردة، وساعتها لا هتعرف تنقذ ابنك ولا حبيبتك بنت اللبات. انت عاوز ايه؟ عايز حقي. في ظرف نص ساعة هوجن تجيب الأثرات اللي انت خدتها من الكلب لطفي وتسلمها لي. أسلمك بنت اللبات وابنك وهربكم قبل ما هم يوصلوا لهنا. ولو ما عملتش كده بقى
أنصحك تجيب كفنين على مقاسهم. أبا بهلول طيب بس نابو أزرق. بعت لي العنوان. هبعت لك لوكيسة من دلوقتي حالا. الفل يا بهلول. مساء الورد يا وردة الغرام. ايه اللي جابك بدري كده؟ قلت اجي اطمن على الامانه. في الحفظ والصون كله تمام التمام يا وردة الغرام. بقول لك ايه يا وردتي؟ الولا هوجن زمانه جاي ومع الاثار بتاعت الوردانيه. ايه رايك نستلم منه الاثار ونسلمه الواد والبنت اللي معانا اللي ما لهمش عايزه دول، ونبقى خلصنا المصلحه ونقسمها انا وانت بالنص ونرجع قديمه. فاكرة قديمه يا وردة؟ إلا فاكرة. بس تاني يا بهلول، تاني؟ تاني وتالت. جربيني المرة دي يا وردة، صدقيني جربيني مش هتندمي. طب ما تجربني أنت بقى المرة دي. ها؟ أنت دمرتني يا بهلول وهقتلك زي ما قتلت خالتي. آه صح صح. وتبقي أنت يا وردتي آخر علامة في عمري. أنا خلاص زهقت. اقتليني وخلصيني. هتعمل إيه؟ هقتلك زي ما قتلت خالتك. آه! خسرتك في الموت يا وردتي. مش هسيبك اخويا. انا ماليش اخوات. امشي يا حورس بدل ما موتك. امشي يا هوجن. اقتلني مش مهم. انا ضعفت يا اخويا سامحني. انا سمعت كلام بطه وقال لي تبعد عنك وضعفت قدام الفلوس. قلت اخد الفلوس دي عشان اتجوزها انا بحبها. انت ذات نفسك ضعفت قدام نور اللي ابوها هو السبب في كل اللي حصل لك. سامحني يا اخويا سامحني. الله يسامحك ويسامحني. ماشي يا حورس. أنا هدخل المخزن، غطي ظهري. ما تقلقش، أنا معايا سمير ورا. هوجن! أنت كويسة؟ أنت كويسة يا صلاح؟ كنت عارفة إنك هتيجي يا هوجن. اسفة يا هوجن، انا اسفة ما عرفتش احافظ على الامانة. ما تخافيش، انا جيت لك ما تخافيش. هوجن!
اللي جابك هنا يا نور؟ اطلعي بره. مين اللي جاب بنتي هنا يا كلاب؟ انا هحسبي معاكم بعدين. لساك بالكبر يا اوجن، لساك ناسي نفسك يا اوجن. انت كلب وزي ما ظهرت لازم تختفي. يضرب نار. انت النور اللي جالي في حياتي الضم. الثانية جنبك الدنيا يوم فيها. ما تسميش لوحدي يا أبوك، ما تسميش لوحدي. لسه في حاجات حلوة قوي يا أبوك ما عملناهاش مع بعض. ما انا قلت لك يا نور، الصور واتكتب عليا ولازم امشي للاهل. عشان خاطري يا وجل انا بحبك قوي. ده الحلم اللي انا فضلت طول عمري بحلم بيه. ما تجيش تسيبني دلوقتي، ما تسيبنيش. انا عمري ما حبيت حاجه زي ما حبيتك. خدي بالك من صالح. انا فاهم ان ابوك انجرح وانه كان بيحب الخير برغم ان اللي شافه ما كانش يسمع. قولي لابوك ده كان حكايته حكايه. هنربي مع بعض يا ابوك، هنربي مع بعض يا ابوك. ابوك يا ولدي. امال مين هيربي صالح غير عمك يا اخويا؟ اطلعوا بره. مش هسيبك يا وجن، هنكمل حياتنا مع بعض. بقول لك عليك هنربي صالح انا وانت يا وجن. يلا يا سمير خد. هنربي صالح مع بعض يا وجن عشان خاطري. وجن يلا يضرب رصاصة الرحمة. أنا عايزه يتعذب، عايزه دمه يسيل لحد ما يموت. مش هتعيشوا من بعدي. هنتحاسب كلنا سوا، وربنا اللي هيحكم ما بيننا. جاي لك تاخد لي حقي من الدنيا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.